ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا من القصه اللي فاتت. جايه النهارده وجايبه لكم قصه جميله جدا، واثقه ومتاكده انها هتعجبكم، بقلم الكاتبه المبدعه خلود مصطفى. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في القاهره وبالتحديد في بيت عزيزه مرزوق، واللي بيكون عباره عن 3 ادوار: دور عايشه فيه عزيزه، ودور عايش فيه ابنها الكبير حامد مع مراته عفاف وبنته الوحيده ريناد، والدور التاني عايش فيه حسن هو وماجده مراته واولاده اسامه ومها. بندخل الدور اللي فيه عزيزه، وساعتها بنلاقي عفاف بتقول لها بحزن: يا حاجه، ليه الذل ده عاد؟ اني مرت ولدك اللي مات اديله 6 شهور، هتعاملينك ده ليه؟ هاديكي قلتيها يا حبيبتي، ابني ومات من 6 شهور، وبصراحة بقى أنا مش عاجبني قعدتك هنا، وعاوزاكي ترجعي تاني على الصعيد مكان ما أخدناكي. ليه طيب؟ أنا عملت إيه؟ ده أنا شايلاكي فوق راسي من فوق، ليه حديتك ده؟ وبعدين أخوي مهران هيحط بنتك سهير في عينيه التنين، ليه تعملي ويايك ده؟ أخوكي عامل كده مع بنتي عشان بنتي أدمها أدم الخير، مش أنتي جبتي أجل جوزك وهو لسه ما تمش 42 سنة. الله يرحمك يا ابني ويوسع جنتك. اسمعي بقى لما اقولك يا عفاف كده، ومن الاخر انت يا حبيبتي ترجعي بلدكم. الشقه انا ناويه اجرها. شقه ايه اللي هتاجريها دي؟ دي شقتي وشقه بيتي وشقه جوزي، هو مش من حق اي مخلوق خلقه ربنا انه يطلعني منيها. تصدقي ضحكتيني بجد، كلامك يهلك من الضحك. شقه مين دي يا حبيبتي اللي شقتك انت وبنتك؟ الشقه دي شقتي انا، هو البيت ده كله بتاعي، وانا زي ما قلتلك انا مش عاوزاكي فيه. يلا بقى ارجعي بلدكم وخدي بنتك معاكي. هو انا ما هملش هنه واصل، واللي حداكي اعمليه؟ هو مشيت عفاف وطلعت على شقتها، واستنت لحد الساعه 4 لما رجع حسن سلفها من الشغل. شافته وهو طالع على السلم، وساعتها وقفته وحكيت له على اللي حصل. وقتها حسن قال: ما انا قلتلك يا عفاف امي مش هتسيبك في حالك، تعالي نتجوز وتفضلي قاعده هنا في شقتك. ولسه عفاف هترد، لقيت ماجده نازله وبتقول له بغضب: هي مين دي اللي هتتجوزها يا حبيبي؟ ما هي طبعا جوزها مات وعايزه تلف عليك بقى. انت طلعتي منين؟ وبعدين هي مين دي اللي تلف عليا؟ انا اللي بعرض عليها الجواز عشان ما تخرجش ببنتها بره البيت. مش شغلي يا حبيبي تدخل ولا تخرج، لكن اللي انت بتقوله ده ما يتسكتش عليه. عاوز تتجوز ارمله اخوك يا ناقص؟ اني ما كنتش هاخد جوزك منك يا ماجده واصل، مش اخلاقي يا سلفتي. اني اتحددت وياها عشان امه تهملنا عيش في الشقه وربي بيتي، وده حاجي، وهي ناويه تطلعني من الدار. ما هو ده الحل الصحيح، انت وجودك هنا خطر. انت مش شايفه يا حبيبتي شكلك عامل ازاي؟ انت اللي يشوفك ما يديكيش 20 سنه، ايه ما بتكبريش ابدا؟ ما تتكتمي بقى، انا سايبك تتكلمي وبقول ست وبتعبر عن مشاعرها، لكن انت تسكتي خالص. وانا ليا كلام مع امي، ارجعي بيتك يا عفاف وان شاء الله مش هيحصل اي حاجه ما تعجبكيش. اتكلمت ماجده بلوي تبوظ: ارجعي يا حبيبتي على شقتك، الحنين بتاع البيت كله هيحللك الموضوع. هي اخويا حل مشاكل بيتك الاول، هو بعدين دور على مشاكل الغريب. دخلت ساعتها عفاف شقتها وهي حزينه قوي على اللي وصلت له. وبعد شويه جت ريناد من الجامعه ولقيت امها قاعده على الكنبه وبتعيط، قربت منها واخدتها في حضنها وقالت لها: ايه يا ماما؟ في ايه مالك يا حبيبتي؟ تيتا ضايقتك تاني؟ والله يا بت انا بخدمها برموش عيني وهراعي ربنا فيها وما هخليش مخلوق يعمل لها شيء واصل، هو اخره المتم عايزه تطردني من هنا انا وانتي، هو تخلينا نعوضه على الصعيد. انتي متاكده يا ماما؟ تيتا عزيزه مش عايزانا نقعد هنا في شقتنا وعايزانا نقعد في الصعيد، معقوله على اخر الزمن هتطردنا من بيتنا؟ هو ده اللي حصل يا ريناد يا بتي، واني ما خبراش هسوي ايه؟ هو كيف هعود للصعيد بعد ما سبتها من 20 سنة؟ كنت وقتها عندي 15 سنة. عارفة يا ماما، عارفة والله انك صغيرة على الهم ده، وانك يا حبيبتي عندك تقريبا 36 سنة، يعني في عز شبابك. عموما انا هتكلم مع عمي حسن ونشوف بقى نوضع لها حد. مش معقولة يعني نطلع من بيتنا بعد كل ده عشان بابا الله يرحمه مات خلاص هنطرد من بيتنا؟ لا يا بنتي، عمك هيتحدث وياها واحنا ما رايدينش مشاكل. مفيش مشاكل يا ماما، انا لازم اتكلم معاها، ويمكن لما اتكلم معاها اعرف استعطفها واكسبها لصفي. ما تقلقيش انتي، اكيد تيتا ما يهونش عليها ان احنا نسيب بيتنا اللي تربيت انا فيه ونروح نعيش عند خالي. وطلعت فعلا ريناد لعمها واخدته ونزلت على شقه جدتها. واول لما عزيزه شافتها قالت لها: هي بنت اخوك صاحبك في ايديها علشان تتكلم معايا في ايه؟ هما مش هيقعدوا هنا، انا يا حبيبي مش عايزه وجع دماغ، اللي بيننا وبينهم خلاص راح. يعني انت يا تيتا عايزه تقولي ان اللي كان بيننا وبين بعض هو بابا وبس؟ وانت كلامك معناه ان طالما بابا مات يبقى اللي بيننا خلاص انتهى؟
اه يا حبيبتي اديكي قلتيها، امك الفقر دي جابت اجل ابوكي، واي واحده جوزها يموت قبلها تبقى ست بومه ونحس. يا سلام، ما هو ابويا مات قبلك يا ماما، ولا انت مش واخده بالك؟ لا يا حبيبي، ابوك ميت راجل كبير عنده 75 سنه، انما اخوك اتقطفت زهرة شبابه بدري، ده ما كانش كمل 42 سنة، هو كان فيه زيه بس نقول ايه. طيب يا ماما، انا هتجوز عفاف علشان بنتها، وعلشان كمان ما تطلعش برا البيت، ما ينفعش مرات اخويا تطلع برا بيتها. الله الله، هو ايه كمان يا سي حسن؟ عاوز تتجوز وكمان تتجوز مرات اخوك؟ عاوز تسيطر على البيت ولا هي بقى عجباك ودخل دماغك؟ اسمع لما اقولك، عفاف وبنتها هيرجعوا على الصعيد، هو الكلام ده بقى انا مش عايزة فيه نقاش، علشان خلاص زي ما بيقولوا كده الموضوع خلص. طب بلاش عشان خاطر عفاف، المفروض ان ريناد من ريحة ابنك الكبير، يعني المفروض ما تطلعش برا البيت، ولا انت بتفكري ازاي؟ بفكر زي ما بفكر يا حبيبي، ملكش دعوة بيا، وبعدين بلاش تتدخل في سكة بنتها وبنت ابنك، هو من ريحته ابني راح خلاص، وانا مش عاوزة البيت دي ولا امها هنا في البيت. على فكرة انا مش مصدومة من اللي انت بتقوليه ده، انا عارفة انك طول عمرك ما بيفرقش معاكي غير نفسك وبس، طول عمرك مش عايزة في حياتك غير راحتك وبس. ماشي يا تيتا، احنا هنسيب البيت وهنمشي من هنا خالص، وهنرجع للصعيد وهنعيش في بيت خالي انا وماما، اللي هو في الاساس بيت جدي. خالي يا تيتا اللي شايل عمتي فوق دماغه. طلعت ريناد وهي حرفيا منفجرة من العياط، وساعتها حسن قال، تعرفي يا ماما، المفروض بقى مهران يرجع لك بنتك زي ما انتي طردتي اخته. لا لا لا، مهران ما يعملش كده، ما يقدرش يستغنى عن سهير، انت اتجننت يا واد، عاوز تخرب علاقتك؟ انا برضو اللي عاوز اخرب علاقتي؟ ما انت طردتي اخته، ولا انت مش واخده بالك ان عفاف دي اخت مهران اللي هو جوز بنتك، واكيد يعني بنتك مش هتبقى اغلى من اخته عنده. بص بقى، ومن الاخر يا حسن، ام حسين جارتنا طلبت مني بعد موت اخوك على طول الشقه، وهتدفع فيها ايجار كل شهر 5000 جنيه، يرضيك الفلوس دي كلها تضيع علينا؟ اما ست قليله الادب صحيح، ازاي تيجي تقولك الكلام ده؟ هي مش عارفه ان الشقه دي شقه مرات اخويا وبنته، هي اللي طمعتك مش كده؟ اسمع لما اقولك يا حسن، الموضوع ده بالذات اوعى تقف قصادي فيه، انا يا حبيبي مش هضيع الفلوس دي كلها عشان خاطر الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. بس اللي انا بقوله يا ماما كلام مش فارغ، اللي انا بقوله ده كل الناس هتنتقدك فيه، هو اللي انت فكرك بقى ان احنا عشان في منطقه راقيه محدش هيتكلم؟ ده كفايه بس اللي هيحصل في سهير. ما تخافش على اختك، اختك ماسكه مهران ماسكه كويسه، هو اكيد يعني هو مش هيرضى على زعلها ابدا، وبعدين هو انا عملت ايه؟ اختي دي هي السبب في موت ابني. بلاش يا ماما تكذبي الكذبه وتصدقيها، حامد الله يرحمه كان تعبان، هو اكتشفنا ان عنده المرض الوحش من اكتر من 5 سنين، هو الاعمار بايد ربنا، هو انت عارفه ان المرض ده مفيش حد بينجى منه بسهوله. وقال حسن الكلمتين دول وطلع علشان يطيب خاطر ريناد اللي كانت مفطوره من العياط، واول لما وصل على شقتهم اخدها في حضنه وقال لها بحب، حقك عليا يا حبيبه عمو، والله يا بنتي يا ريت في ايدي حاجه، بس للاسف جدك الله يرحمه عمل اكتر غلط في الدنيا، كتب كل حاجه لجدتك. مفيش داعي لحديتك ده يا حسن، انا خلاص هتحدث ويا خي مهران، وهخليه يجي ياخدني انا وبنتي، لكن اسمعني زين، امك دي ما هتشوفش خير واصل ولا في الدنيا ولا حتى في الاخره. تعرف ليه؟ لاني ما هسامحهاش واصل، ويوم الموقف العظيم هقتص منيها، وساعتها هي هتندم اشد الندم. وعند سهير كانت في المطبخ بتجهز الاكل لاولادها وجوزها، وساعتها رن التليفون وكان المتصل امها. وقتها سهير قالت، ازيك يا ماما، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشاني قوي، نفسي اجيلك والله من يوم موت حامد الله يرحمه، وانا مش عارفه اجيلك خالص. والله يا خوفي يا سهير لا تجيلي، على فكره انا قلت لعفاف تشوف لها مكان تاني هي وبنتها يقعدوا فيه، هما خلاص اللي بينا وبينهم انتهى. يعني ايه اللي بينا وبينهم انتهى؟ انتي واخده بالك ان اللي بينا وبينهم دم ولحم، وان شاء الله بقى انتي عارفه عفاف هتيجي فين؟ هتيجي هنا يا ماما، هو مش بقيت تطلب في حقها في البيت؟ انتي بتقولي ايه بت؟ هو المحروس جوزك البيت مش بتاعه؟ لا يا ماما، البيت بيت العيله، يعني بيته هو واخته، هو ليه التلتين وهي ليها التلت، وانتي طردتيها يبقى اكيد هتقول لاخوها انا عاوزه حقي، وشوف انت بقى حقها ده قد ايه، ده غير الارض والمواشي وغيره. يعني كنت عايزاني اعمل ايه يا سهير؟ الوليه ام حسين قالت لي هتاخد الشقه بتاعتهم ب 5000 جنيه في الشهر. عارفه يعني ايه 5000 جنيه في الشهر؟ هي يدخلوا لي كده من لا شيء. انت حره يا ماما، بس انا عاوزه اقول لك على حاجه، اللي انت عملتيه ده حرام، هو حرام كبير قوي. هو عموما انا متاكده ان عفاف طيبه، هو مش هتضايق اخوها في اي حاجه،
بس انا عايزه افكرك بحاجه صغيره قوي. الدنيا دي دواره، هو اللي انت رميتيه دلوقتي بكره هتحتاجيه، وهتحتاجيه قوي بعدين. وقفلت سهير مع امها، وساعتها اتنهدت جامد وقالت: استغفر الله العظيم يا رب، الدنيا جايه عليكي بالجامد يا عفاف يا حبيبتي، ربنا يقدرني وحاول اخفف عنك انا ومهران والولاد، وما نكونش عيب احنا كمان ونبقى زياده لاحزانك. وقتها دخل عليها ابنها الكبير فارس، واللي كان اسمه على مسمى، شاب زي القمر، مهندس وبيشتغل في شركه هندسيه محترمه في اسيوط. واول لما دخل وشاف امه بتكلم نفسها كده قال: خبر ايه يما، فيكي ايه؟ انا كويسه يا حبيبي، 5 دقايق والغدا هيبقى جاهز. غدا ايه دلوك يما، طمنيني عنيكي، وبعدها نبقى نشوف موضوع الغدا ده. جدتك تعتبر مش تعتبر، هي طردت عمتك هي وبنتها. ريناد، ريناد بنت عمتي، مالها يما؟ قوليلي. سهير بلاوي يتبوز: اهدى يا حنين، انا بقولك عمتك وبنتها. ما انتش انت عمتك وقصتها من الحوار ليه؟ الموضوع كبير قوي يا فارس، انا خايفه عمتك تطلب بحقها في البيت وفي كل حاجه، وهي سايبه كل حاجه لابوك. ايوه يما، بس ده حقها، وبعدين هي اكيد هتجي تعيش ويانا هنا، مش كده؟ ايوه يا فارس، هتيجي تعيش معانا هنا، وحبيبه القلب هتبقى قدامك ليل ونهار. هتعمل عليها ست سيد، خليك انت بقى فكر فيها، وسايبني انا وسايب الهم اللي انا فيه، وسايب عمتك ومشاكلها الكبيره اللي المفروض مع جدتك اللي هي امي، وسيب كل ده على جنب وشوف ابوك بقى وهيعمل معايا ايه. ابويا هيحبك يما، وما هيحبش مخلوق كيفك واصل، وهو خبر زين جدتي وعمايلها، لكن اكيد هو ما هيسمحش على شيء كيف ده. بس انا على فكره، انا رايد اقول لك شيء، عمتي عفاف زينه قوي، واحنا هنا في الصعيد اكيد محدش هيهملها تعيش لحالها، انا متوكد من الموضوع ده. مش عارفه يا فارس بقى، بس تفتكر هي هتقبل بحاجه زي كده؟ ما هي ممكن تقول انا مش عاوزه اتجوز تاني، خصوصا يعني بعد اللي حصل لها من جدتك الله يسامحها. انا مش عارفه هي امي بتعمل كل ده ليه، مع انها مش محتاجه، جدك سايب لها حاجات كتيره قوي، وكمان هي معاها فلوس كتير، مش عارفه ايه الطمع ده. ما هو طول ما هي ماشيه مبدا البحر هيحب الزياده، تتوقعي من جدتي اي شيء عاد. وهي عمتي ما هتصمتش كتير، دي عندها تقريبا 35 او 36 سنه، مش كده بردك؟ من بقى هيهملها تعيش من غير راجل؟ ما تجلجيش، ان شاء الله ما هيحصلش غير كل شيء زين، انا واثق ومتوكد. يا رب يا ابني، يا رب يسمع من بقك ربنا. انا بصراحه قلقانه قوي، وقلقانه اكتر من رد فعل ابوك. ولسه فارس هيرد، دخل يحيى اخوه قال له بغضب: هقول ايه، انا راجل دكتور في سنه 5، يعني هشتغل كتير وهحتاج اتغذى. بقول لك ايه يما، فين الوكل؟ هنستنوا كتير؟ اباي عليك يا يحيى، انت دايما نجد همك على بطنك، انا راي اعرف الوكل اللي هتاكله ده كلته هيروح فين. بس انت وهو، هو يلا اطلعوا بره وانا هجيب الاكل واجي. وقعدوا كلهم بعد حوالي ربع ساعه على السفره، وكان معاهم مهران، اللي مره واحده تليفونه رن، وساعتها قال: خيتي عفاف هترن، خير يا رب؟ سهير برعب. مالك يا سهير؟ ناول امك يا فارس الميه خليها تشرب. وفعلا فارس ادى الام الميه، واخد مهران التليفون وساب الاكل عشان يكلم اخته، هو اللي اول لما رد قال: اهلا يا عفاف، كيفك يا خيتي؟ انا كنت هتحدث وياكي بكره اطمن عليكي وعلى رناد. انا مش زينه يا مهران، انا مش زينه يا اخوي، حماتي المفتريه طردتني انا ورناد، وملناش مخلوق غيرك يا اخوي واصل. طردتك؟ طردتك كيف المرة اللي واكلة ناسها دي؟ وقتها عفاف حكت لأخوها على كل حاجة عملتها معاها حماتها، وساعتها مهران قال: بقى القصة كده؟ طب أنا هشيع لها بنتها، هو معاها ورجتها عاد، ونشوف هتتصرف كيف. لا يا أخوي، سهير غلبانة، وكمان حسن طيب قوي، لكن هي المرة اللي شرانية. تعالى يا أخوي، تعالى ومشيني من هنا، أنا ما بقاش ليا قعد في الدار دي. ما يكونش عندك أي فكر، أنا هجيلك دلوقتي. لا يا ولد أبوي، خليك للصبح، اوعك تجي والطريق واعر، هجيب فارس وياي، جهزي كل شيء لحد ما اجيلك، وانا حماتك دي هعرف كيف اتصرف وياها. ورجع مهران تاني عند مراته واولاده، واللي لقاها خايفه ومرعوبه. ساعتها مهران قال لفارس: جهز نفسك يا ولدي وحضر العربيه عشان هنروح نجيبوا عمتك. هتروح دلوقتي يا مهران يا حبيبي؟ الطريق هيبقى صعب قوي بالليل، ده من اسيوط للقاهره والطريق الصعيد يعني. اكفلي خشمك يا حرمه، ما رايتش اسمع حسك واصل. خبر ايه يا بوي؟ هتتحدث ويا امك دي ليه؟ هي عملت ايه؟ اكمنها خايفه عليك. بس يا يحيى، انا مش زعلانه من بابا، تروح وتيجي بالسلامه يا ابو فارس. هو مشي مهران وخد فارس معاه، ووصلوا لمصر، وفي الوقت ده على حوالي الساعه 8 الصبح. واول ما دخلوا البيت اتكلم فارس وقال: رايح فين يا بوي؟ مش هنفوت على جدتي؟ بينا نطلع لعمتك الاول، وجدتك سيبها لي، انا في حديد كتير رايده اقوله لها.
وطلع فعلا مهران على شقة أخته، وأول لما خبط الباب وفتحت له اترمت في حضنه وفضلت تعيط هي وبنتها. ساعتها مهران طبطب عليهم وقال: اوعاكي تبكي يا بنت ابوي، ما بجاش مهران ولد اسماعيل خليفة لو ما كنتش جايب لك حجك، وما يهمنيش النسب اللي بناتنا. يا خالو اوعى تسيبنا هنا يا خالو، انا عاوز اجي معاك. ليه؟ ما كنتش هتحب الصعيد؟ ايه اللي حصل؟ خلاص يا فارس، ما بقاش عندي رفاهية احب ايه واكره ايه، انا بقيت واحدة مشردة. جدتي طردتني انا وامي من شقة ابويا، هو انا عارفة اني لما اجي انا وامي هبقى عالة عليكم، لكن انتوا ما تردوش ان احنا نبقى في الشارع، مش كده برضو؟ اوعاك اسمع منك الحديد ده مرة تانية، امك عمرها ما هتكون عالة على مخلوق، امك ليها عندي كتير، واني لو كنت مهملكم هنا فعشان دي كانت رغبة امك، ما كانتش رايدة تهمل بيتها واصل. لكن ملحوجة يا رناد، ربنا يخليك ليا يا خالي وما يحرمنيش منك ابدا. وساعتها رناد اترمت في حضن خالها وفضلت تعيط، لان خالها مهران وابوها كانوا صحاب قوي من ايام جواز عمتها سهير، وكان مهران السبب في جواز عفاف هي وحامد، وكان على الناحية التانية واقف فارس وهو مش قادر حرفيا، هو نفسه ياخد رينات في حضنه ويشيلها من حضن أبوه، خصوصا بعد الكلام اللي هو قاله لها. وبعد الطبطبة الكتير ابتدوا ان هما يلموا حاجتهم، وكان في الوقت ده مهران جايب عربية كبيرة جدا معاه علشان تنقل العفش بتاع أخته، وفعلا في خلال 3 ساعات كانت الشقة على البلاط. وطبعا كل ده وعزيزة ما خرجتش من شقتها، ووصل مهران أخته لحد العربية وقال: اسمعني يا فارس يا ولدي، استنظرني هنا وانا رجع طوالي. الله لا يسيئك يا ولد ابوي، ما رايدينش مشاكل، المره دي خلينا نبعد عنيها بسلام، ما هتاخرش يا خيتي، لكن لازم تسمع الحديد ده مني وعلى خشمي. وفي شقه عزيزه كانت قاعده وهي خايفه قوي من مهران، وبتدعي في سرها ان مهران ما يخبطش عليها، لكن فجاه الباب خبط، راحت تفتح وهي مرعوبه قوي، واول لما شافت مهران قدامها قالت بتوتر: اهلا يا جوز بنتي، اتفضل. ما هقولكيش يزيد فضلك ولا هقولك يا حاجة، لانك ما تستهليهاش واصل، لكن انا هقولك كلمة واحدة بس، وكيف ما هتقوله في البندر حطيها حلقة في ودنك، حق خيتي وحق خروجها من دارها بالطريقة دي انا هجيبه، وهجيبه مضاعف كمان، ووعاكي تكوني نسيت انا مين وولد مين وممكن اعمل ايه. هتعمل ايه يعني يا مهران؟ هتطلق بنتي؟ وماله، طلقها وتيجي تخدمني وتعيش معايا، لكن اختك هتقعد هنا بصفتها ايه؟ وبعدين دي كانت بتلف على سلفها، وانا بقى هطلع من هنا وادخل هنا؟ تصدقي بالله انت لو ما كنت مرة كبيرة انا ما كنتش خليتك تفتحي خشمك نوبة تانية، هي من دي اللي عايزة تاخد سلفها؟ عفاف الله يرحم. عموما انا ما هكترش في الكلام كتير، هو اللي بتقولي عنيها دي بنتك؟ دي تبقى مرتي وحب عمري، واني مش ناقص كيفك عشان اطلعها من دارها، لكن هي خلاص ما هديش ليك نوبة تانية، ولا انت كمان وعاك تجربي من دارنا. يعني ايه يا مهران؟ هتحرمني من بنتي؟ هتخليني ما اشوفهاش تاني؟ هيبقى ضميرك مرتاح وانت حارم ام من بنتها وبنت من امها؟ ضمير؟ شوف مين اللي هيتحدث عن الضمير، انت اللي هتتحدثي عن الضمير. عموما مش كل الخلجة هملوا ضميرهم في اجازة، لسه في خلجة هيخافوا ربنا، لكن انت مش ام، لا كنتي ولا هتكوني، عشانك ده انا هتصرف كيف ما قلتلك. ومشي مهران وسابها، وساعتها عزيزة قالت: هي دي النيلة، هو انا هببت ايه بس؟ لا البيت سهير اكيد انا مش ههون عليها، وهتبقى تجيلي من وقت للتاني، وهتعرف تقنع جوزها ان دي نكرة ودي نكرة. امال انا يعني كنت ضيع 5000 جنيه اللي كانوا هيجولي كل شهر؟ واخر اليوم في شقة حسن كانت مراته بتقول له: ما عرفتش اللي حصل النهاردة؟ خير يا مجدة، ايه اللي حصل؟ وبعدين هو في ايه؟ انا حاسس كده ان البيت ساكت، هي عفاف فين ورناد؟ مجدة بفرحة بتحاول تدريها: ما هو ده اللي انا كنت عاوز اقولك عليه، مهران جه النهاردة واخدها هي وبنتها، واخدوا كمان العفش كله، عايز اقولك ان حبال الغسيل قطعتها وخدتها. اتكلم حسن بغضب وقال: نعم يا اختي، هو انت لسه فاكرة تقوليلي ان مهران جوز اختي جه واخد عفاف ورناد ومشي؟ ايوة، وهو انا يعني كنت هقولك امتى؟ ما انت كنت في الشغل، ولا انت بقى كنت عاوزني اجيبك من الشغل على ملا وشك؟ منك لله يا شيخة، هو انت دايما كده؟ ما بيطلعش منك غير كل تصرف غلط، دي بقت حاجة تقرف. يقول عليا ايه الراجل دلوقتي؟ مراتي عرفت ان هو هنا وما بلغتنيش، ولا هيقول بقى ان انا عاجبني تصرفات امي عشان كده ما اتكلمتش؟ هو انت بتفكري ازاي يا مجدة؟ انا ما بفكرش غير في ان انا بحمي بيتي من عفاف اللي انت كنت عاوز تتجوزها بحجة ان انت تلم لحم اخوك. بقولك ايه يا حسن، انا فهمك كويس قوي من يوم اخوك الله يرحمه ما مات وانت عينك من مراته، وعلى فكرة عندك حق، عفاف تتحب لانها جميلة، وجميلة قوي، ومش من بره بس، من جوه كمان.
هو اللي عملته ده اللي بيقولوا عليه دفاع شرعي، وأظن الدفاع الشرعي محدش يزعل منه. هي يمكن انا كنت عاوزه اتجوز عفاف عشان المفروض مرات اخويا، ما تخرجش بره البيت، خصوصا لما يبقى عندها بنت شابه عندها 19 سنه. لكن بعد كلام امي ما كانش ينفع. بس على فكره يا ماجده، عفاف رفضت الموضوع برمته، وانت فاهمه الحكايه غلط خالص. خلاص يا حسن، اهم راحهم لحالهم. بيتهيألك يا ماجدة مهران مش هيسكت أبدا على اللي بيحصل في أخته، عشان كده أنا هقوم أكلمه دلوقتي. أكيد هو زمانه داخل على البلد، لازم أعرفه أن أنا ما كنتش هنا ومعرفش أي حاجة عشان ما يعتبرنيش في صف الأعداء. وعند مهران كان لسه واصل هو وعفاف أخته وبنتها رناد للبلد، وابتدى بقى العمال ينزلوا العفش بتاع أخته ويحطوه في المخزن اللي في البيت. وبعد ما خلصوا كانت رناد واقفة في جنينة البيت ولسه جاية تدخل، وقفها فارس وقال: حقك عليا يا رناد، انا مكسوتش اللي حصل. وهو ايه اللي حصل يا فارس؟ انت مالكش علاقه بيا، انا اللي خليت العيون الجميله دي تبكي. حقك عليا ما هعملهاش تاني، واصل عمري ما هبكيكي تاني يا غاليه. طيب يا فارس، بس لو سمحت بلاش تبصلي كده، اصلا انا بتكسف. هو بعدين انا مش عاوزه حد ياخد باله من وقفتنا دي، انا داخله عشان عمتي. عن اذنك. دخلت رناد، هو ساعتها فارس بص لاثرها وقال: هي ابويا على قلبي اللي هيتقطع قطع منك يا بنت عمتي. هحب الجو يا رناد، هحبك وما احبش مخلوق غيرك، واصل حواليا كتير لكن عيني وقلبي ما شايفينش غيرك، وان شاء الله ما هتكونيش لمخلوق غيري. هي اجمل الجميلات يا جميله الستات. وفضل فارس سرحان شويه، فاق من شروده على يحيى اللي بيقول له بزعيق: خبره يا عم الرومانسي، بنادم عليك اديلي كتير، معقوله ما سمعتش الحديد ده كلاته؟ ما تكح يا اخي. ايه يا يحيى، في ايه؟ ما خابرش في ايه، ابوك رايدك جوه، ادخله. وعند سهير كانت قاعده مع عفاف ورناد وهي مكسوفه قوي، وساعتها رناد قالت: هي عمته، ارفعي راسك بقى خلاص يا حبيبتي، ده نصيب وهي دي تيتا، هنعمل فيها ايه يعني؟ انت مالكيش ذنب يا سهير يا حبيبتي، واني ما زعلناش منكي واصل، لكن امك انا هتحاسبن عليها ليل ونهار. والله مش عارفه اقولك ايه يا عفاف، هي لما كلمتني وقالت لي على اللي عملته ده انا ما سكتش والله، وقلت لها حرام تعملي في مرات اخويا كده. لكن انت عارفه امي ومنها لله بقى ام حسين عشمتها بموضوع الشقه ده، هو قالت لها هتدفع لها ايجار 5000 جنيه، وانت عارفه امي ده عذر اقبح من ذنب. عموما انا خلاص هملت مصر باللي فيها عاد، وهقعد هنه وهربي بيتي. وماله يا حبيبتي، ان ما شريتكيش الارض اشيلك فوق راسي من فوق، ده انت مرات الغالي، هو رناد دي تبقى بنته، يعني انتم اغلى حاجه في الدنيا. وعند مهران كان قاعد بيتكلم في التليفون مع حسن اللي فضل يقول له: والله العظيم يا مهران انا كنت ناوي احل الموضوع، هو كنت ناوي اخرج. ازيكم يا اجمل متابعين، وقفنا المره اللي فاتت لما كان مهران بعت لابنه فارس وقال له حاجه خلاه يتضايق قوي ويتعصب، وده لما قال له: اسمعني زين يا ولدي، عمتك ما ينفعش تقعد هنا ويانا، هي لازم يبقى لها مكان خاص بيها، عشان كده اني بقول ننجل عزاولها للدار الملحق للدار بتاعتنا. لا يا بوي، كيف حديتك ده؟ انا عمري ما هقول لعمتي جودي في الدار الملحقه، دي دار صغيره ما ينفعش عمتي تقعد فيها، بقى عفاف بنت اسماعيل خليفه تقعد في الدار الصغيره دي ليه؟ من قله الدور؟ انت كيف تتحدث وياي بالطريقه دي؟ كبرت عليا ولا ايه يا باشمهندس؟ لا يا بوي، ما عشت ولا كنت، لكن انا بتحدث في شيء تاني واصل، عمتي هتزعل وهتحط في نفسيها عاد، اني خبرها زين ما هتقولش على اللي وجهها واصل. يا ولدي مفيش حل غير كده، ما ينفعش عمتك تعيش هنا وهي بنتها ويانا، ولا انت ما شايفش انك واخوك اتنين شباب هنا في الدار؟ يبقى في حل تاني يا بوي، اني واخوي اللي نعيش في الملحق اللي تبع الدار مش عمتي واصل. ايوه يا ولدي، بس مفيش بس يا بوي، مفيش بس، عمتي ما تعيش بره دار ابوها واصل. وعند عزيزه كانت راحت لشقه ام حسين وقالت لها: بقول لك ايه يا ام حسين، الشقه فضيت يا اختي وبقت على البلاط، مش هتاخديها ولا ايه؟ ولا هو كان كلامه خلاص؟ لا لا لا، ده انا هاخدها وهاخدها قوي، وبالتمن اللي اتفقنا عليه كمان، انا هاجي اشوفها بكره واشوف محتاجه ايه، ومن اول الشهر الجديد هبتدي اجرها على طول. وليه يا اختي نستنى للشهر الجديد؟ احنا هنا لسه في نص الشهر، اشتغلي فيها واديني الالفين ونص، هو من اول الشهر الجديد تديني الخمس تلاف جنيه، ما بتفوتيش حاجة ابدا يا حاجة عزيزة. عموما مفيش مشكلة، كل شغلي يا حبيبتي. وعند مهران كان داخل اوضة نومه علشان ينام، هو ساعتها سهير كانت قاعدة وزعلانة قوي على كل حاجة حصلت من امها ومكسوفة من جوزها. وقتها مهران قرب منها قوي ومسك ايديها وقال لها: انا جوزك وحبيبك
وهفضلك ده. اوعك اشوف منك نظرة الخجل دي. انا هحبك وهحبك قوي يا سهير. هو مش معنى ان امك عملت ويختي اللي عملته يبقى انا هاخدك بالذنب ده. سهير ساعتها ترمت في حضنه وقالت له والله العظيم يا مهران، هي لما قالت لي انا قلت لها بلاش تعمل كده، انا مش عارفه ماما بتفكر ازاي وليه طمعانه قوي كده في الدنيا دي فانيه. وغير كده هي معاها فلوس، فلوس كتير قوي، انا مش عارفه ليه بتعمل كده. هو مش متصور، انا لما شفت ريناد كنت عاوز اعتذر لها الف اعتذار. موقفي وحش قوي يا مهران. هو برضو مش هكدب عليك واقول لك اني مش مكسوفه منك، مكسوفه منك قوي. ما هي برضو عفاف مهما كان اختك. مهران وهو بيبوس ايديها، اوعك اسمع الحديث ده مره تانية، انا محتاج اخدك في حضني وبس، مش محتاج شيء تاني واصل. حاسس ان جوايا هم كبير قوي وان يدك هي اللي هتمحي الهم ده. تعالى يا حبيبي في حضني، تعالى وارمي حمولك كلها عليا. وفضلت سهير تطبطب على جوزها وتاخده في حضنها وتضمه لقلبها كانها امه مش مراته. كانت بتقول له في كل مره انا سندك، انا كل حاجه بتتمناها في الدنيا. قد ايه جميل الحب ده، وقد ايه الحفاظ عليه شيء اجمل واجمل. ربنا يرزق كل القلوب النظيفه باللحظات الجميله. وتاني يوم كانت ماجده نازله عند عزيزه حماتها، وهي بقى فرحانه ومبسوطه على الاخر ومتشيكه. وقتها عزيزه قالت لها رايحه فين ان شاء الله؟ هو بعدين مالك فرحانه قوي كده ليه؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما تتصوريش قد ايه يا حماتي انا فرحانه. عفاف انا كنت خايفه منها قوي بصراحه، عفاف حلوه وحلوه بزياده، وكنت حاسه كده ان حسن عينه زغت عليها. على فكره بقى الفرحه الكبيره اللي على وشك دي، واللي انت شكلك جايه عشان تشكريني على اللي انا عملته مع عفاف، تبقي غلطانه. انا ما عملتش كده علشان خايفه على جوزك يا اختي، طز في كل حاجه. انا عملت كده عشان ال5000 جنيه اللي هتديهم لي محسين ايجار للشقه، مش عشان خاطر اي حاجه تاني. يا لهوي، يعني لو كانت عفاف دبرت لك الفلوس دي كل شهر ما كنتيش هتجيب ام محسن هنا في الشقه؟ اه طبعا، بس هي ما اقترحتش عليا الاقتراح ده، وانا ما اقدرش اقول لها برضو اشتغلي وهاتي فلوس علشان تدفعي تمن ايجار الشقه. فقلت بقى تاخدها من قصرها وترجع بلدهم، دي عندها حاجات كتير قوي في بلدهم. حاجات كتير ازاي يعني؟ مش كل حاجه باسم مهران؟ لا يا اختي، مش كل حاجه باسم مهران اسماعيل خليفه. ابوهم لما مات هم ما قسموش الورث، وفضل مهران جوز بنتي عايش بقى في الخير ده كله لحد ما انا رجعت له اخته. هو الله اعلم بقى هيعمل معاها ايه، بس انا هفطم البنت الصغيره على كل حاجه واقول لها ان لازم جوزك يخلص الملك كله ليه. الملك كله ليه؟ هم عندهم ايه يعني؟ والله الراجل لما جه يخطب البنت، ما هو كان صاحب عمك رفعت الله يرحمه ايام ما كان مهران بيخطب سهير. صحيح يا حماتي، هو ايه اللي جاب زيد عند عبيد؟ يعني احنا هنا في القاهره تلمينا على ناس الصعيد دول منين؟ شكلك فاضيه يا اختي وجايه تصدعي لي دماغي. بس عموما انا هقول لك، عمك ابو سهير الله يرحمه كان بيشتغل في اسيوط في الصعيد، وتعرف على اسماعيل خليفه اللي هو ابو مهران وعفاف، وعزمناهم وعزمونا. وساعتها مهران شاف سهير وخطبها واتجوزه، وبعدها حامد ابني الكبير يعني زي ما بيقولوا كده حب عفاف واتجوزها لحد بقى يا حبيبي ما مات. ادي كل الحكايه. اه طب وابو عفاف ده سايب لهم ايه؟ عندهم ارض وعندهم مواشي، يعني تقريبا دلوقتي بقى عندهم معلف كبير غير الارض اللي كان فدان كده على اول البلد، بس في مكان حلو. يا اختي دول على الطريق، وان شاء الله بقى عفاف هتاخد في ده كله. ايوه يا اختي، سهير قالت لي ان اخوها ليه التلتين وهي ليها التلت، ما هو مفيش حد تاني هيورث، هي واخوها بس. ومهران ده حقاني قوي، انا عارفاه، اساليني عليه، مش هيسيب اخته غير لما تاخد حقها كامل مكمل. وتاني يوم كانوا قاعدين كلهم على الفطار، وقتها مهران قال وينها خيتي وريناد؟ انا صحتهم وهم نازلين عشان يفطروا معانا. هم يا ابوي نزلوا وقعدوا كلهم على السفرة. وبعد الفطار مهران قال لفارس ويحيى ان هم هيقعدوا في البيت الملحق للبيت الكبير، وعفاف تفضل هنا هي وبنتها. ساعتها عفاف قالت لا يا اخوي، احنا ما جيناش عشان نلخبط لك حال البيت، عاد انا وبنتي هنعيشوا في الدار الصغيرة الملحقة للدار الكبيرة. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عفاف؟ البيت الملحق ده بيت صغير قوي، ده 80 متر تقريبا، هتعيشي فيه ازاي انت وبنتك؟ انما يحيى وفارس ممكن يدبروا نفسهم ويعيشوا هناك. لا لا لا، انا رايي من راي ماما. وبعدين يا خالي بعد اذنك انا هنزل عشان انقل ورقي في الجامعه بتاعه اسيوط، لازم اخد جواب من الجامعه هنا بالاذن ان انا اتنقل، لان خلاص السنه الجديده فاضل عليها شهرين، فبعد اذنك يعني هحتاج برضو ان انا انزل القاهره
والتمانين متر دول كويسين قوي علشان نعيش فيهم كتر خيركم. ما تقوليش الكلام ده يا حبيبتي، ده حقكم ودي حاجة مامتك. الله يسامحك يا ماما على اللي انت عملتيه فينا. كيف يعني يا رناد هتعيشوا في الدار الصغيرة دي؟ انا يا ولدي هدبر نفسي وعيش فيها. ومعلش يا اخوي هحتاج منك انك تشوف لي شغلانة اشتغلها عشان مهران بمقاطعة. تشتغلي فين يا عفاف؟ هو ابوك كان جليل؟ بطلي حديثك الماسخ ده، انت هتاخدي ارضك كاملة. ومش بس كده، انت هتاخدي نصيب السنين اللي فاتت. انت حداكي مبلغ كبير في البنك، يعني كل زرعة كنت بحطلك نصيبك في البنك، وهو دلوك يعمل مبلغ كبير قوي. يعني من وقت موت جدي يا خالي من حوالي 8 سنين وانت كنت بتعمل كده، بتحط الماما نصيبها من الارض او من الزرعة؟ يعني على حسب ما فهمت في البنك ده احنا عندنا فلوس كتير قوي. حامد الله يرحمه يا ريناد ما كانش بيرضى ان هو ياخد اي فلوس من بتاعة مامتك، علشان كده مهران كان بيحطها لها في البنك. واعتقد دلوقتي هم داخلين على المليون، مش كده برضو يا مهران؟ مليون وربع حقك يا خيتي، تصرفي منيهم كيف ما انت رايده. وبعدك ده انا هسلمك ارضك كلها تتصرفي فيها كيف ما انت رايده. والله يا خالي بجد انا مش عارفه اقولك ايه، انت اللي زيك خلصوا من زمان. لا يا اخويا انا ما استحقش كل اللي هتقوله ده، انا بس كل اللي رايده منيك انك تديني مبلغ كل شهر، وكل الفلوس دي من حاجك انت، انت اللي شجيت وتعبت. لا يا حبيبتي اخوك كان بياخد تعبه في الارض، هو ده كان ايجار الارض، بس ارضك برضو في مكان كويس وايجارها مبلغ محترم. خدي يا حبيبتي فلوسك وصرفي على بنتك علشان ده حقك وحقها. وفعلا عفاف اخدت الفلوس، لكن خلت اخوها هو اللي مسؤول عن كل حاجة ليها، وهو كان متفق معاها انه هيديها نصيبها اول باول. ونروح بقى البيت اول مرة ندخله، وهو بيت فاروق ابراهيم خليفة. ايوة بالظبط، اخو اسماعيل خليفة، يعني يبقى ابن عم عفاف ومهران، واللي كان وقتها قاعد مع اولاده الاتنين واسمعهم بيقولوا هي مين دي اللي حلوة؟ دي جمر، هي حلوة بعجل، هتتحدث عن مين يا واد انت وهو؟ وقتها رد مازن وده الابن الكبير لفاروق وقال ولدك التافه يا بوي، كان هيعكس بنت من البلد، هتتحدث كيف البندر، لكن هي جربتنا ولما عرفنا كده اعتذرنا ومشينا. مين دي؟ عم مهران يبقى خالها يا بوي، تبقى بنت عمتي عفاف اللي عايشة في مصر، بس هم استجروا هنا. ساعتها فاروق سرح قوي. فلاش باك، رجع فاروق بالزمن لعشرين سنة ورا، وده لما كان رايح لبيت عمه علشان يتكلم معاه ويطلب ايد عفاف. دخل البيت وهو فرحان قوي، وساعتها قابلته عفاف وقالت له بابتسامة كيفك يا فاروق، اخبارك ايه؟ عاد انا زين، اتوحشت قوي، لكن انا جاي النهاردة عشان احط النقط فوق الحروف وتبطلي توحشيني يا بنت عمي. انا قدامك اهو يا فاروق، بس زين انك جيت دلوك، اصل انا سايب اخوي مهران هنا وجايين عشان ياخدوني. حامد طلب يدي، حامد خي سهير جاي من مصر عشان ياخدك منينا، هو انت ايه رايك؟ في الوقت ده كانت عفاف تقريبا عندها حوالي 16 سنه، وما كانتش عارفه يعني ايه جواز ولا اي حاجه. هي بالنسبه لها الجواز فستان وشخص بقى يدلعها وكده. بس ساعتها هي بصت لفاروق اللي مصدوم وقالت له انا ماليش راي، عاد ابو شايف انه زين وانا ما اقدرش اقول لابوي شيء واصل. يلا يلا هيدخل اقعد وياهم، انت لساتك صغيره هتتجوزي كيف؟ هتجوز كيف ما كل البنت بتتجوز هنا، ابوي جالي ان سني بقى زين للجواز، يبقى خلاص يلا بقى هيدخل اقعد وياهم. وفعلا دخل فاروق وقتها وهو حزين قوي على حبيبته اللي كان جاي علشان يتقدم لها. هو ما كانش بيصرحها باي حاجه ولا كان يتجرأ انه يعمل كده، علشان دي وقتها هتبقى عيبة كبيرة، خصوصا يعني ان عفاف فعلا كانت تعتبر طفلة لما اتجوزت. اتكلم ماهر باستغراب وقال ابوك به ايه يا مازن؟ ايه اللي حصل؟ عاد هو فيه ايه يا بوي؟ يا بوي رحت فين يا بوي؟ ساعتها فاروق انتبه وفاق من كل ذكرياته على ولاده اللي عمالين يتكلموا، وساعتها قال اني وياكم يا ولاد، اني وياكم، بس بنت عمتكم عفاف دي اكبر منكم. عاد لا يا بوي، انا وهي نبقى في نفس الجامعه، انا عرفت منيها الحديد ده ما انا وقفت وياها عشان اعتذر لها على اللي عمله ماهر وياها. زين يا ولد زين، وانت يا ماهر مالكش صالح بالبنات، عاد ما رايدينش مشاكل. وتاني يوم في جنينه البرتقان اللي كانت بتحبها عفاف وهي تبع للارض بتاعتهم، كانت واقفه وبتنقي برتقان وهي سرحانه قوي. وقتها قرب منها فاروق وقال طول عمرك هتحب البرتقان يا بنت عمي، وهتحب تمشي في جنينه البرتقان. فاروق كيفك يا فاروق، كيفك يا واد عمي؟ فاروق بسرحان قال لنفسه وهو بيبص قوي لعفاف اتوحشت الجو يا عفاف، اتوحشت الجو يا حب العمر،
اتوحشتك اللي كل دقة في قلبي هتنطق باسمك. اتجوزت غيرك واتجيت ربنا فيها، لكنك ما خرجتيش من قلبي واصل. عمري ما احب ولا احب غيرك انت يا بنت عمي. بك ايه يا فاروق؟ سرحان في ايه عاد؟ لا انا معك اهو. قولي لي يا عفاف، ناوي على ايه؟ هربي بنتي، هو ما رايداش اي شيء غيرها واصل. كفاية اللي حصل وياي. انا خابر زين اني مش من حقنا اتدخل في شيء كيف ده، وانا ماليش صالح. لكن انا رايدك تخبريني ايه اللي حصل وياكي وخلاكي ترجعي صعيد تاني. ساعتها عفاف نزلت دموعها قوي وحكيت له على كل اللي حصل من اول موت جوزها لحد اللي عملته معاها حماتها وطردتها بالطريقة دي هي وبنتها، وانها دلوقتي ملهاش غير بنتها وعايزة تربيها، والحياة بالنسبة لها خلصت خلاص. وقتها فاروق طبطب عليها وقال: ولا تزعلي حالك، انا وياكي وهفضل في ظهرك وسندك، واي شيء تحتاجيه ما تتردديش وصل انك تطلبيه مني. عفاف بخجل وهي بتبعد ايده عنها: شكرا يا واد عمي، اخوي مهران سدد ومكفي. عن اذنك، ما رايداش حد يشوفنا واحنا لحالنا ويقول علينا حديث عفش. مشيت عفاف، لكن قبل ما تسيب الارض سمعت فاروق وهو بيقول: كنت هتحبيه للدرجه دي؟ قصدك مين؟ قصدك حامد؟ حامد كان جوزي وابو بيتي، هو ما شفتش غيره، عيني شافت الدنيا وياه، وهو كان ونام الراجل، هو كان هيحبني، مفيش ست ما هتحبش جوزها. مشيت عفاف، وساعتها فاروق كان متلخبط، يا ترى يفضل ساكت ويحاول بقى مع عفاف مره واتنين وتلاته، ولا يتقدم على طول ويطلب ايديها، خصوصا يعني ان واحده في جمال عفاف وفي سنها الصغير ده مش هتستنى كتير. وقتها خد قرار ان هو لازم يتكلم معاها، هي اكيد دلوقتي كبيره وناضجه، مش عفاف العيله اللي اتجوزت وهي عندها 16 سنه، وفي شركه هندسيه من اكبر الشركات. كانت موجوده الباشمهندسه كاميليا اللي اصولها من القاهره، كانت عايشه مع اهلها في الصعيد. وقتها راحت عند الباشمهندس فارس وقالت له بدلع: ازيك يا فارس، عامل ايه؟ شايفاك كده الفتره دي مش معانا خالص، هو في حاجه ولا ايه؟ لا يا باشمهندسه، ما يصحش انك تقولي لي الحديد ده، انا مصحصح ومصحصح قوي، احنا هنشتغل في عماير كبيره، ولا انت رايده تسوجي سمعتي ويقولوا عني في الشركه اني مهندس مهمل وما يستحقش اللي وصلت له. يا نهار ابيض يا فارس، انا ده كله؟ لا لا لا، انت فاهم الموضوع غلط خالص. الحكايه وما فيها ان انا يعني كنت حابه ان احنا نتكلم سوا، وكنت بفتح مجال للكلام، لكن انا ما اقصدش كل الحاجات دي. معقوله يعني انا هبقى عايزه اذيك؟ مفيش حديد بناتنا يا باشمهندسه بره الشغل، ولو سمحتي عودي على مكتبك، ما رايتش حد يتكلم عنينا في الشركه. مشيت كاميليا وهي محرجه قوي لان فارس كسفها. رجعت على مكتبها وهي مهمومه قوي، ووقتها قالت لها منه: ما خبراش هتفضلي في الحيره دي لحد ميته، هو لو عيلك هيجيلك لحد عنديكي، لكن هو ما هيشوفكيش واصل، افهمي يا خيتي. بحبه قوي يا منه، هو ما بحبش اي حد غيره، مش عارفه بشوفه بحس كده ان قلبي بيتخطف. علي طلب من اللذينه، ما شفتهاش في مخلوق ابدا، معقوله في حد بالجمال ده؟ بحب قمر يا ناس. ايوه بس ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى عذاب. الحب اللي بجد هو اللي يفرح النفر منينا، مش اللي هيزعله واصل. تفتكري ان فارس في حد في حياته؟ احنا عمرنا يعني ما شفناه بيتكلم مع واحده، ولا عرفنا ان هو مرتبط بواحده، اكيد هو بس محتاج ان انا اخليه ياخد باله مني، مش اكتر من كده. اسمعيني زين يا كاميليا، حديثك ده عفش قوي، خلي عندكي كرامه وبطلي تترمي عليه بالطريقه دي، كسفك بدل المره 2 و3 و10 كمان، يبقى خلاص. المفروض تفهمي ان هو ما هيحبكيش واصل، او مش هيبقى كيف ما انت رايداه. وفي مكتب فارس كان قاعد مع صاحبه رامي، وساعتها رامي قال له: اه يا نمس، وقعت لي كاميليا وهي خارجه من عنديك، يا ترى هي اللي جت ولا الهوى اللي رماها عاد؟ بزيادك حديثك ده، انا ما احبش ان مخلوق يتحدث وياي بالطريقه دي، كاميليا زميله وبس، وانا ما رايدهاش تطلع للقب تاني عاد، فهمني يا رامي. تمام يا فارس، بس شكلك كده هيقول ان في شيء تاني، مش كده برضك؟ بلاش تهمل شغلك يا وكل ناسك، وسيب الحديد ده لوقت تاني. وعند عزيزة كانت أم حسين عمالة تظبط في الشقة وخط ورزع، ساعتها طلعت لها عزيزة وقالت لها بغضب: هو في إيه يا أم حسين بالظبط؟ هو أنا يا أختي أجرتلك الشقة عشان تجيبي له صداع؟ إيه الخبط والرزع اللي من يوم ما أخدتي الشقة؟ وإنتي تخطيخ في إيه؟ حقك عليا يا حبيبتي، بس أعمل إيه؟ الصنايعية كل شوية يظبطوا علشان نشتغل بقى، وبعدين المفروض الفترة اللي أنا بشتغل فيها دي ما أدفعش إيجارها، بس أنا قلت مفيش مشكلة في بيتها. بقولك ايه، هو لا في بيتها ولا ظبطها، انا مش عاوزه وجع قلب كتير، انا يا حبيبتي واحده تعبانه ومش كل شويه هبقى بالوضع ده.
بقولك ايه يا حاجة عزيزة، ده مشغل، يعني تعملي حسابك في خبط ورزع ومكان داخل ومكان خارج وستات طالعة وستات خارجة، يعني هيبقى في دوشة وحس جامد في البيت، مش كل شوية بقى تطلعيلي وتقوليلي الكلمتين دول. أيوة بس الكلام ده وقت الشغل يا حبيبتي مش من دلوقتي، هو غداني بدري قوي. نزلت عزيزة بعد ما قالت الكلمتين دول لمحسين وفضلت تتصل على بنتها واللي ما كانتش بترد خالص. وقتها كانت قاعدة معاها مها بنت حسن، وساعتها قالت لها بقولك يا تيتا، طالما عمته مش بترد عليكي كلميها من تليفون غريب، يعني من رقم هي ما تعرفوش، اكيد عمه مهران قايل لها ان هي ما تكلمكيش. هو انا هجيب الرقم الغريب ده منين؟ ما انت عارفه انا معيش غير الرقم ده، وكل الارقام بتاعتنا سهير عارفاها. البت وحشتني قوي وعاوز اطمن عليها، اجيب بس الرقم ده منين؟ انا يا تيتا جبت خط جديد وما كنتش اديته لعمتي، اتصلي بيها من عليه، انا ما عنديش مشكله، بس بلاش تقولي لها ان ده رقمي عشان ما تعمليش حظر انا كمان. طب يا اختي يلا هاتي التليفون. وفعلا جابت مها التليفون واتصلت على رقم عمتها، واول لما سهير فتحت عزيزة قالت ألو، لكن ساعتها ردت سهير بأغرب رد، وده لما قالت لها، لكن ردت عزيزة بصدمة وقالت كده برضو يا سهير؟ يا ترى سهير قالت إيه لعزيزة؟ ويا ترى إيه اللي هيحصل من كاميليا الفارس؟ وفاروق هيفضل ساكت كده وهيضيع عفاف منه المرة دي كمان ولا هيتحرك؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في أمان الله. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وقفنا المره اللي فاتت لما كانت عزيزه بتكلم سهير بنتها من رقم مها بنت حسن ابنها. هو اول لما رنت عليها وفتحت سهير الخط قالت الو مين معايا؟ اخص عليك يا سهير، كده ما تساليش عن امك خالص، هو كان ايه اللي حصل؟ بتدخلي نفسك في الامور اللي زي دي ليه؟ ولا هو جوزك بقى محرج عليك ان انت ما تتكلميش معايا؟ بصراحه بقى جوزي عنده حق في اي حاجه يعملها. انت ازاي يا ماما تعملي كده في عفاف مرات حامد، مرات اخويا الكبير، هو اللي كان اكتر واحد حنين عليكي وعلينا كلنا، ازاي قدرتي تعملي كده؟ ازاي بتعملي لامك حظر يا سهير برضو؟ بس على فكره بقى انا ليا حق فيكي يا بنت بطني، مش من حق اي حد انه يحرمني منك، بس اللي انت طردتيها دي ما تبقاش اخت جوزي وبس، دي تبقى مرات اخويا وحبيبته. ده بدل ما تحاجي عليهم كل ده عشان خاطر ايه؟ 5000 جنيه كنت قوليلي وكنت اديتهم لك، وبلاش تعملي معاها كده، حرام يا ماما، دي مكسورة بعد موت جوزها، ليه تيجي عليها؟ مش كفاية الزمن؟ يو بقى خلاص اللي حصل حصل، وبعدين هي يعني حصل لها حاجة؟ بالعكس دي استفادت، قعدت في بيت ابوها وهتاخد ورثها وحقها كامل. ولا انت بقى يا بنت ما كنتيش عايزاها ترجع وتشارككم في الخير اللي عندكم ده كله؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بقى معقول انا افكر بالطريقه دي؟ اكيد لا طبعا، انا كل اللي صعبان عليا ان عفاف ما كانتش عايزه تطلع من بيتها، وانت تعتبري طردتيها، ودي حاجه هي ما نسيتهاش ابدا، وكمان جوزي ناوي ان هو ما يسيبش حق اخته، واكيد هياخده بالطريقه. ليه؟ هو قالك انه هيعمل حاجه ولا ايه؟ اوعى جوزك يكون ناوي على حاجه وانت تعرفي وما بتقوليش. هو انا هعرف منين؟ ما انت عارفه مهران ما بيتكلمش في الحاجات دي. طب سيبك من ده كله، المهم انا عاوزاكي بعد كده تشيلي الحظر اللي انت عاملاه ده ونتكلم زي ما كنا بنتكلم، انت بنتي في النهايه وهو ما يمنعنيش عن بنتي. انا اسفه يا ماما، انا بجد مش عاوزه اكلمك خالص، ولا دلوقتي ولا بعدين، منظر عفاف وهي جايه لنا صعب قوي، وانا مش هنساه ولا مهران هينساه، علشان كده يا ريت ما تحاوليش تتصلي بيا تاني، وعلشان بعد كده انا اي رقم غريب هخلي مهران هو اللي يرد عليه. كده برضو يا سهير دي اخرتها يا بنت بطني؟ ده انت بنتي الوحيده على ولدين، تعملي معايا كده؟ انت اللي عملتي كده يا ماما في نفسك مش انا، ولو سمحتي انا مضطره اقفل عشان اشوف يحيى عاوز ايه. وقفلت سهير مع امها وهي مخنوقه قوي ومش قادره تسامحها على اللي هي عملته. عفاف مش بس اخت جوزها، دي كمان مرات اخوها، واللي عملته امها ده ذنب كبير وهي مش هتسامحها عليه، ولا دلوقتي ولا بعدين. وفي البيت الملحق بتاع عفاف كانت قاعدة هي وبنتها، وكان معاهم فارس اللي بيقول نويتي تسافري مصر ميتة يا ريناد عشان تنجلي ورقك من الجامعة، أنا جبتلك الإذن خلاص من الجامعة هنا، ممكن أسافر على يوم الثلاث كده إن شاء الله، زين قوي علشان وقتها أخد أجازة من عندي في الشغل. ما رايدينش نتعبوك ويانا يا ولدي، أنا هروح وياها ومفيش داعي لتعبك. لا طبعا يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش هترجعي مصر تاني، عشان لو رجعتي اكيد هتتعبي، انا عارفاكي كويس قوي، وبعدين ملوش لزوم ان الباشمهندس فارس يجي معايا، انا هروح واجي لوحدي، هحجز في قطر الساعه 6 وهرجع في قطر الساعه 5 المغرب، يعني هكون هنا برضو على حوالي الساعه 12 ولا حاجه. ومين اللي هيهملك لحالك؟ انا هاجي وياكي وهعود وياكي،
والحديد ده مفيش فيه مناقشة واصل. يوم التلات الساعة 6 تجهزي حالك، هنروحوا سوا ونعودوا سوا. أيوة بس يعني خلاص يا بنتي، واتخالك مش غريب، روحي وياه وعودي وياه وخلصي ورقك عشان تقدميه. السنة الجديدة ما فضلش عليها كتير، وانت السنة دي داخلة تالتة، ما رايدينش نخسع في آخر سنتين عاد. تمام يا ماما. وفي بيت حسن كانت قاعدة مع مراته مجدة وهي بتقوله، يعني كنت زعلان قوي عشان خاطر عفاف، هو ما قلتليش ان هم عندهم ده كله، وانا اللي قلت بقى. هي اتطردت من هنا ومحدش هيطيقها وهتشتغل وهتتبهدل، لكن اتضح ان الموضوع غير كده، وان هي عندها ملك وعندها حاجات كتيرة قوي. حتى لو زي ما بتقولي ده ما يديش الحق لامي ان هي تطردها هي وبنتها بالطريقة دي. محدش يقبل بكده ابدا يا مجدة، وكل ده عشان خاطر ايه؟ ام حسن وزفت. تخيل يا حسن، امك دي طلعت ست مش زي ما انا كنت فاكراها خالص، وانا اللي كنت فاكرة انها طردت مرات اخوك عشان خاطر ما تتجوزهاش، لكن هي طردتها عشان خاطر الفلوس فعلا. دي قالت لي النهاردة بالنص كده، لو كانت عرضت علي عفاف المبلغ اللي هتديهولي ام حسين انا كنت سبتها في الشقة عادي. والله دي حاجة متوقعة، انا عارف امي كويس قوي، الفلوس عندها اهم من اي حاجة في الدنيا. عموما خلاص اللي حصل حصل، بس انا اللي متأكد منه ان مهران مش هيسكت. هيعمل ايه يعني يا حبيبي، اخره معروف. وبعدين انت ناسي ان البيت كله باسم امك، هو مش هيقدر يعمل حاجة لاخته. هو قبل بالامر الواقع، لكن لازم يعمل الشو ده، ما هو صعيدي بقى ولازم يحافظ على الهيبة. والله انت شكلك ما تعرفيش اي حاجة، مهران ما بيقولش كلمة غير وهو عارف بيقولها ازاي والمين. وعلى فكرة مهران مش غبي، وبكرة تشوفي كلامي ده على ارض الواقع لما مهران ياخد حق عفاف من امي. انت هتقلقني ليه بقى؟ لحسن الموضوع ده ياخدنا احنا كمان في الرجلين. لا ما تقلقيش، احنا ما اذيناش مروان والعفاف، امي اللي عملت كل ده، واكيد مهران هيبقى حاسب كل خطوة بيعملها. زي ما قلتلك هو مش صغير وفاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. احنا بقى مفيش في ايدينا غير ان احنا نقف كده وحاطين ايدينا على خدنا ونتفرج، لان للاسف بعد اللي عملته امي ده ملناش حق حتى ان احنا نقول راينا. وتاني يوم في بيت مهران كان قاعد بيفطر هو وعيلته، لانه هو طلب من عفاف ان لازم الفطار والغدا والعشاء يكونوا مع بعض، وان هي ما تروحش الملحق غير على النوم وبس. وهم قاعدين على الفطار اتفاجئت عفاف ان مهران بيقول، عفاف يا حبيبتي بعد الغدا رايدك في الجنينه بره في موضوع، رايده اتحدت وياكي فيه. خير يا اخوي؟ بعد الفطار يا خيتي، بعد الفطار. وفعلا بعد الفطار سهير عملت كوبايتين شاي لمهران وعفاف، واللي ساعتها قعدوا مع بعض. هو اتفاجئت عفاف بمهران بيقول لها، كنت هتعملي ايه في جنينه البرتقال اولت امبارح يا عفاف؟ ما انت خابر يا اخوي، انا احب جنينه البرتقال طول عمري. اسمعيني زني يا عفاف، انت دلوقتي مش عفاف الصغيره اللي هتتصرف على طبيعتها ومحدش هيقول لها هتعمل ايه، انت دلوقتي عفاف الارمله اللي جوزها ميت، ما يصحش ان واد عمك يقف وياكي ومش بس كده ويحط ايده عليكي. انا خابر انك ما سمحتلهوش انه يتجاوز، لكن ما يصحش يا بنت ابوي ان واحد من اللي شغالين عندي في الارض يجي ويقول الحديث العفش ده. انا ما دريتش بحالي لما سالني عن اللي حصل وياي وبكيت وهو طبطب عليا، لكن انا غلطانه. عندك حق يا اخوي، ما كانش يصح ابدا يحصل كده، ووعدك انها ما هتتكررش تاني واصل. تمام يا عفاف، لو رايده تروحي اي مكان بعد كده يكون وياك اي حد من الدار، فارس او يحيى اواني، لو كنت ما وريش شيء او سهير، لكن لحالك بلاش يا بنت ابوي. حاضر يا مهران، اوعدك انها ما هتتكررش واصل. هو في المكتب عند فارس، كان قاعد على مكتبه ومدي ظهره للباب وفاتح صوره على التليفون بتاعه، وهي صوره ريناد وبيقول بحب، بكره هنكون ويا بعض طول النهار ومش هعملك واصل غير لما تحس بيا يا قلبي. وقتها دخل رامي المكتب وقال، عندك ايوه كده، واني برضو بقول فارس واد مهران خليفه اكيد في حياته شيء اني معرفهوش واصل، اعترف. خبره يا رامي عاد، مش تخبط يا جدع انت على الباب، فزعتني. سلامتك يا غالي من الفزع، هتحب يا واكل ناسك وانا معرفش، جر واعترف من دي. ريناد بنت عمتي، عمتك اللي عايشه في مصر، ودي هتشوفها كيف، انا بحبها اديلي سنتين من يوم ما رحنا نبارك لها لما نشحت في الثانويه العامه، وعيت لها ووعيت لي طلتها اللي كيف البدر، وخدت عهد على حالي انها ما هتكونش المخلوق غير واصل، انا ما حبيتش غيرها. يا ابويا على الحديث الزين، قول لي يا ولد مهران قول، وايه كمان مالكش صالح، يلا وقتك خلص، هملني عشان رايد اقعد لحالي، في شغل لازم يخلص لاني اجازه بكره. اكيد هتفسح المزه، وطالما انت متشندل على عينك جوك ده ما تتجوزها، والسنتين دول تكملهم وياك وهي مرتك. لا هي ما تعرفش باللي جوايا، انا ما قلت لهاش شيء واصل. وليه يا فارس؟ ده احسن شيء في الدنيا الحب،
كيف تكتم كل المشاعر الزينة دي جواك؟ حسسها يا صاحبي بمشاعرك، لأن صعب جوي عذاب الحب ده. اسألني عني، انت هتحب يا رامي؟ معقول هتحب؟ ومين دي؟ منا يا فارس، هحبها جوي، لكن ما خبرش هي تحبني كيف ما أحبها ولا لا. هملنا من القصة دي، أنا هروح دلوك عشان أشوف آخر الرسومات للمشروع الجديد. وخرج رامي، وساعتها قابلته منا وقالت له: رامي، كنت رايدة اتحدث وياك في شيء. تمام يا منا، وقت البريك هستنظرك في الكافيتيريا. وفعلا بيجي وقت البريك، وبتقعد منا مع رامي وهي بتقول له: أنا رايدة أسألك سؤال واحد يا رامي، هو فارس في حد في حياته؟ هتسألي ليه؟ عادي، أصل بصراحة كده كاميليا صعبان عليا جوي، هتحبه هو ما يحسش بيها واصل، وانت أقرب حد ليهم، هو أكيد تعرف إن كان يعني في واحدة هيحبها ولا لا. انت هتسألي عشان كاميليا يعني؟ انت ما هتحبيش فارس؟ أحب فارس؟ لا، فارس مجرد زميل مش أكتر من كده. ايه اللي وصلك إنك تقول الحديد ده يا رامي؟ عموما لو هتسألي عشان كاميليا فخليها تشيل فارس من رأسها، لأن فارس هيحب، وباله وقلبه وعقله مشغول بواحدة غيرها. أنا قلتلك الحديد ده عشان ما تتعشميش في فارس أكتر من كده، خسارة. كاميليا هتحب فارس جوي، وكانت متعشمة إنهم يعني، لكن يلا دي جدارها عاد. أنا أحبك يا منة، ورايد إن إحنا نكون ويا بعض، ورايد إن أتحدث ويا أهلك. توافقي بيا؟ إيه اللي هتقوله ده يا رامي؟ يعني مش موافقة؟ خلاص اعتبريني ما قلتش أي شيء واصل. لا مش كده القصة، أنا اتفاجئت مش أكتر، همنا أفكر في الموضوع وأرد عليك عن إذنك. مشيت منا وهي زي ما بيقولوا كده مش مرسية رامي على بر، لكن هي من جواها كانت فرحانة قوي إن أخيرا أبو الهول نطق وقال لها على اللي جواه. رجعت تاني على مكتبها، هو اللي كان مكتب مشترك بينها وبين كاميليا، اللي أول ما شافتها قالت لها بلهفة: قوليلي عملتي إيه مع رامي يا منا؟ انا شفتكم وانتوا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا، وانت كنت قايله لي قبلها انك هتكلميه، اكيد كنتوا بتتكلموا عني انا وفارس مش كده؟ اسمعيني زين يا كاميليا، فارس في واحده تانية في حياته، وهي دي اللي ملخبطه حاله، هو مخليها ما يشوفكيش واصل. ازاي يعني بيحب واحده تانية؟ انت اكيد بتضحكي عليا صح؟ رامي اللي قالك كده؟ ازاي، احنا عمرنا ما شفنا فارس بيتكلم عن اي واحده، ولا جايب سيره خطوبه ولا جواز، ولا هما بقى ماشيين مع بعض ولا ايه؟ ما خبراش يا كاميليا، رامي ما تحدثش وياي في الحاجات دي، هو كل اللي قالهولي ان فارس متعلق قلبه بواحدة وهيحبها قوي وما هيتجوزش غيرها واصل. انا حطيت حالي في الوضع ده عشان خاطرك يا كاميليا، بلاها يا خيط القصة دي، لان فارس مرتب حاله على حبيبته. انا مش هقدر اكمل هنا في الشركة، وهطلب منهم انهم ينقلوني فرع الشركة اللي في سوهاج، اي نعم هيبقى بعيد شوية بس مش مشكلة، مش هقدر اشوفه قدامي طول الوقت، انت ما تعرفيش انا متعلقة بيه قد ايه. بكيفك يا كاميليا، لكن والله هتقطعي فيا يا حبيبتي، انا معرفش حد هنا غيرك واصل، لكن برضك مصلحتك في كل شيء عاد. معلش بقى يا منة، على رأي المثل عاشر يا ابن ادم مهما تعاشر مسيرك تفارق، وانت كنتي احسن عشرة والله، لكن انا بجد محتاجة ابعد عشان ما يحصلش حاجة وحشة واذي نفسي او اذي فارس. وتاني يوم سافر فارس هو ورينات بالقطر، وطول الطريق كان عمال يبصلها وبس، ما بيعملش اي حاجة تانية. وقتها ريناد قالت له بضحكة جميلة: ايه يا فارس، في ايه بتبصلي قوي كده ليه؟ ها لا، ده واضح كده ان الموضوع كبير كبير قوي. قولي بقى يا باشا، مين دي اللي واخده عقلك كده ومخلياك سرحان خالص؟ قولي قولي، انا زي اختك برضو. ايه ايه اختي دي، احنا مش اخوات واصل، احنا نجوز لبعض عادي. في ايه يا فارس، انا مقصدش، انا فعلا بعتبرك قريب مني وزيي. اوعاكي اوعاكي تقولي زي اخويا، ما هتبلهاش واصل، انا مش اخوكي، انا واد خالك. ساعتها ريناد استغربت من ردة فعله القوية دي، واللي هو مش عاوزها تقوله اخته، هي فعلا بتعزه قوي، لكن هو كان دايما بعيد عنها وهي ما بتفكرش فيه بالشكل ده. ووصلوا للجامعة، وده طبعا بعد سكوت طول الطريق، خلصت الورق بتاعها كله، وبعدها قالت لفارس: بقولك ايه، احنا خلصنا على طول اهو، ولسه فاضل حوالي ساعتين على القطر، ايه رأيك نتغدى في اي مكان؟ تمام يلا بينا. واخدها فارس فعلا وراحوا على المطعم، واول لما قعدوا جه الويتر وقال وهو عينه على ريناد: تأمري بحاجة يا جمر؟ اتخبلت اياك يا جدع، انت كيف تقول لها الحديد ده وانا قاعد وياها؟ غرخت من هنا كمان صعيدي، واحدة بالجمال ده تقعد مع واحد صعيدي؟ فارس وقتها ما قدرش يتحكم في غضبه، واداله بالبنية في وشه، وقتها الصوت طبعا عالي والترابيزة اتكسرت. وساعتها جه المدير وقال: ايه ده، في ايه، ايه اللي حصل؟ خير يا فندم، في مشكلة ولا ايه؟ الشيء الغريب اللي هيشتغل هنيه ده بيعاكس خطيبتي وهي قاعدة جاري، ولما قلت له تحشم قال لي: الجمر ده تقعد مع واحد صعيدي؟ احنا فين هنا، في مطعم محترم ولا في الشارع عاد؟
احنا اسفين جدا يا فندم، واللي عمل كده ده اكيد هيتجازى وهينطرد من هنا، لكن مش عايز حضرتك تتضايق خالص، هو غلطان. لا لو سمحت ارجوك بلاش قطع العيش والطرد ده، هو اكتفى يعني بلفت النظر وخلاص، وبلاش موضوع الطرد ده، انا محبش اني اكون سبب في قطع عيش حد. ساعتها فارس بص ليها بصة نارية، اللي هو يعني انت بتتكلمي ليه اصلا؟ وقتها هي بصت في الارض وسكتت، وساعتها فارس قال بينا من هنا، ما هنقعدش هنا واصل. ليه بس يا فندم، ما انا قدمت لك اعتذاري خلاص، مفيش داعي انك تمشي من عندنا وانت متضايق. هو مشي فارس هو وريناد وراحوا المطعم تاني، وكانت ساعتها ريناد متضايقه قوي. وقتها فارس قال لها بهدوء انت كمان اللي زعلانه عاد. ايوه طبعا زعلانه وزعلانه جدا. ايه اللي انت عملته ده يا فارس؟ ازاي تحطني وتحط نفسك في الموقف ده؟ غيرت. غيرت؟ غيرت على مين؟ على المدير عاد. يلا يا اسكى اخواتك عشان نلحق القطر، ما رايدينهوش يفوت منينا. ومشيوا فعلا ورجعوا على الصعيد بعد ما كانوا خلصوا كل حاجة لريناد. وتاني يوم ريناد راحت على الجامعة، وفي الأرض عند مهران كان قاعد وبيباشر العمال. جه عليه فاروق وقال له كيفك يا واد عمي؟ زين يا فاروق، خير. هتتحدث وياك ده ليه؟ ما خبرش يعني يا فاروق ايه اللي حصل بينك وبين خيتي في جنينة البرتجان؟ أنا كنت هطيب خاطرها مش أكتر من كده. اوعاك تعملها مرة تانية يا فاروق، اوعاك. طيب أنا جاي لك النهاردة عشان الأمر ده، أنا رايدة أتجوز عفاف. القصة مش مستاهلة يا فاروق، أنا حذرتك وخلاص. لا يا مهران، أنا كنت جاي عشان أتحدث وياك على موضوع جوازي أنا وعفاف، وإنت يعني اللي فاجئتني بموضوع جنينة البرتجان، لكني في الأساس جاي عشان أطلب منك يد عفاف. والله يا فاروق أنا ما عنديش مانع واصل، لكن برضك لازم ناخده رأي عفاف. أنت خابر زين إنها يعني أرملة. وماله يا ولد عمي، بس خليك خابر زين إني أولى واحد بيها عاد. والله يا فاروق انت زنت الرجال، لكن برضو اللي هي رايداه هو اللي هيكون. وروح مهران في اليوم ده، واول لما وصل راح لعفاف على الملحق بتاعها وفتحها في موضوع فاروق، وهي قالت بصدمة فاروق رايد يتجوزني انا؟ طب كيف؟ هو ايه اللي كيف؟ رايد يتجوزك تقولي كيف؟ بس انا ما رايداش ان اتجوز تاني وصل يا اخوي. اسمعيني زين يا عفاف، انت صغيرة ولستك شباب. ايوه اتجوزت بدري وبنتك شابة وعروسة، لكن برضك انت لساتك صغيرة، وانت ما هتقعديش كده كتير، لازما هيجيلك الراجل اللي تبقي في حماه. انت لساتك 36 سنة، يعني ما ينفعش يا بنت ابوي. وبعدين فاروق مننا وعلينا، وهو ولد عمك، هو اولى واحد بك عاد. ايوه بس رناد يا اخوي هيبقى وضعها ايه؟ همالي كل شيء لحين ما تفكري وتوصلي القرار، وبعدها رناد ووضعها نبقى نتحدث فيه. لكن رايدك تطمني من اليمة دي، بيتك هي بيتي وما هعملهاش واصل. تمام يا اخوي هفكر في الموضوع. خلص مهران كلامه مع اخته ودخل على مكتبه، وساعتها مسك تليفونه وطلب رقم. واول لما رد الرقم قال كيفك يا حاج فؤاد يا عبد العاطي؟ مهران ابن الجماعه الصعيده المحترمين. ايه يا عم ازيك عامل ايه؟ وحشني يا راجل، ما بتجيش مصر كده خالص؟ اشغال بقى، بس شكلك ده هجيلك قريب قوي، رايدك في موضوع مهم ولازم انت اللي تعمله لي عاد. هو ماله، انا عيني لابن الصعيد الغالي. وعند فارس كان قرر انه يروح لرينات في الجامعة ويطمن عليها. اخد عربيته فعلا بعد الشغل وراح الجامعة، لكن اول ما وصل شاف اغرب حاجة ممكن يشوف ريناد عليها، وده لما شاف يا ترى فارس شاف ايه، ويا ترى ايه اللي ريناد بتعمله وخلى فارس يتخنق ويتصدم بالشكل ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل في موضوع عفاف وفاروق، ومين فؤاد اللي كان بيكلمه مهران في التليفون ده، وايه المصلحة اللي هو عايزها منه. كل ده واكتر هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله. ازيكم يا اجمل متابعين، وقفنا المرة اللي فاتت لما فارس قرر ان هو يروح الجامعة عند ريناد علشان يطمن عليها وعلى احوالها. هو ساعتها وقبل ما يدخل من سور الجامعة شافها وهي واقفة مع مازن، وكانت بتقوله بضحك كفاية بقى يا مازن مش قادرة، دمك خفيف جدا. انا اول مرة اعرف ان الصعيدة بيهزروا كده، اصلا انا امي ما عندهاش هزار خالص، مع انها يعني صغيرة كده وعسولة، بس مش عارفة في ايه، واخدة الموضوع جد قوي. مش هي بس اللي عسولة يا ريناد، بس قوليلي هي ليه ستك عملت وياكم كده؟ كيف ما قلتيلي؟ هو والله مش عارفة اقولك ايه، بس تحس كده ان هي دايما البني ادم اللي واخد الدنيا على صدره ومش واخدها ببساطة، في الاخر لازم بتحصل له احداث غريبة. وبعدين احنا الحمد لله عايشين هنا مع خالي وامورنا كويسة قوي. نورت الصعيد يا بنت عمي. وساعتها ريناد ابتسمت ولسه هترد، لكن لقيت اللي ماسكها من ايديها جامد وبيقول لها من تحت درسه كيفك يا ريناد؟ كيفك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ فارس انت بتعمل ايه هنا؟ جيت امتى؟ اهلا يا ولد عمي، الجامعة كلها نورت عاد.
الجامعة نورت باللي فيها يا أستاذ مازن، بس قولي أنت في طبيعة نووية، إيه اللي جايبك قسم البيولوجي؟ عادي يعني يا فارس، هو جاي عشان يطمن عليا، ما احنا في سنة واحدة تقريبا بس باختلاف الأقسام. فعلا يا فارس، أنا كنت جاي النهاردة عشان أطمن على رناد، ما أنت خابر إنها لساتها جديدة في الجامعة، وهو يصح الحديد ده يعني؟ لو أي حد شافكم واقفين ويا بعض وهتضحكوا بالطريقة دي هيقول عنيكم إيه؟ هي دي الأصول يا ولد عمي؟ إيه يا فارس؟ في إيه؟ الموضوع أبسط من كده، وبعدين حتى لو ما كانش قريبي ده زميل. لا يا رناد، فارس عندي حاج، أنا آسف يا فارس عن إذنكم. وطبعا رناد كانت متضايقة جدا من اللي بيحصل، هو أصلا فارس مضايقها من قبلها لما كانوا في القاهرة، هو الموقف بتاع المطعم فضلت واقفة وهي متضايقة قوي وبتبص له بصات نارية. ساعتها فارس قال لها مش جاهز دلوقتي إنك تصوريني يا رناد، لكن أنت خلصتي محاضراتك خلينا نعوده على الدار. بس أنا كنت عاوز أقعد في الجامعة شوية فيها حاجة دي؟ بينا كيف ما قلتلك عشان ما يحصلش مشاكل، واضطرت ساعتها رناد ان هي تركب معاه لان وقتها كان كلامه حد وصارم وهي ما حبتش تعمل مشاكل في الجامعة، خصوصا انها جديدة ومش عايزة حد يبصلها بصة مش ولا بد. ركبوا العربية سوا وكانت هي طول الطريق عمالة تنفخ. ساعتها فارس قال ممكن افهم هتنفخي كتير ليه، هتطيرينا بعد كده. ما انا مش فاهمة بصراحة ايه اللي بيحصل الاول في المطعم والمشكلة اللي حصلت فيه. قال ويتر كان قليل الأدب بس مش لدرجة اللي انت عملته، والمدير اعتذر لك، هو دلوقتي شفتيني واقفة مع مازن واللي هو المفروض ابن خالي زيك بالظبط، عملتلي مشكلة. هو في ايه؟ اولا تتحدتي وياي بصوت واطي ووعكت على اللي حسك مرة تانية، ثانيا انا مش كيف مازن عشان تقارنيني بيه عاد، ثالثا بقى وده الاهم انا مرايتش ان مخلوق يطول عليكي او ياخد عليكي في الحديد. ممكن افهم يا استاذ فارس قصدك ايه؟ قصدي يعني يا باشمهندس فارس قصدك ايه بالكلام اللي انت بتقوله ده، ان انا واحده سايبه بقى وسهله وبخلي اي حد يتكلم معايا؟ لا مش قصدي واصل، بس انا قصدي ان الشباب مش هيفهموا حسن النيه اللي هتتعاملي وياهم بيه، لازم تعرفي دايما انك بنت وانك في الصعيد، يعني كل تصرفاتك محسوبه عليكي مش ليكي واصل. يا فارس انا ما بعرفش اتعامل غير بطبيعتي، بس انا مش فاهمه برضو انت عاوزني اعمل ايه. عموما اكيد انا لازم اخد بالي من تصرفاتي اكتر من كده، واكيد انت بتنصحني عشان خايف عليا، ما انا برضو في النهايه زي قلتلك قبل سابق ما تنطجيهاش، انا مانيش خيك واصل، انا ولد خالك وبس. حاضر يا باشمهندس حاضر. ورجعت رناد على البيت وفي دماغها ألف سؤال وسؤال، هو لأن طبعا أمها صاحبتها فأول لما وصلت حكيت لها على كل اللي بيحصل بينها وبين فارس، وقالت مش عارفة يا ماما دايما كده بيزعق ودايما كده بحس إن هو حلوف، ولما اجي أقول له أنت زي أخويا يقولي لا أنا مش أخوك أنا ابن خالك. هو إيه ده يا ماما؟ معقولة؟ وحصل متى ده؟ في إيه يا ماما؟ أنت قصدك إيه؟ هو إيه اللي حصل يعني؟ أنا مش فاهمة أنت بتتكلمي عن إيه؟ لا ولا حاجة، المهم أنا كنت رايدة أقولك شيء، هو رايدة أعرف رأيك فيه. خير يا ماما في إيه؟ أنا في واحد رايد إن هو يتجوزني، وهو مش غريب، يبقى ولد عم أبو مازن اللي وياكي في الجامعة. هو أنت رأيك إيه يا ماما؟ اسمعيني زين يا بنتي، أنا لما كنت متمسكة في العيشة في مصر علشان أفضل عايشة على ذكر أبوكي وما تجوزش بعدي واصل، لكن أنا كيف ما أنت واعية مش كبيرة يعني هيتقدم لي كتير، وأنا يعني كنت حابة أعرف رأيك مش أكتر من كده. اسمعيني يا ماما، أنا عارفة إن أنت كنت بتحبي بابا قوي أو كنت بتحبي عشرته، وأي ست أصيلة هتبقى زي كده، لكن موضوع إن أنت تتجوزي ده حقك خصوصا بعد اللي عملته تيتا ده، لو أنت شايفة إن بابا مازن ده بني آدم كويس وهيساعدك فوافقي، أنا عمري ما هقف أبدا قدام سعادتك. لا مش لدرجة دي واصل، بس يعني أنا بقولك على اللي حصل، ما أنت خبرة يعني ما أخبيش عنك شيء واصل. إيه رأيك أوافق ولا أرفض؟ اللي أنت شايفاه يا حبيبتي صح اعمليه، وعموما أنا معاكي في أي قرار تاخديه. وطبعا عفاف ارتاحت جدا لما سمعت من رناد الكلام ده، هي ما كانتش متوقعة أن رد فعلها يبقى كده خالص، لكن هي عرفت من موقف بنتها إنها عرفت تربي بنتها عندها عقل واعي. ونروح بقى في بيت عزيزة، هو اللي ما كانش بيت خالص، كان عبارة عن سيرك قومي، ناس طالعة وناس نازلة وناس خارجة وناس داخلة، ما هو مشغل بقى لحد ما في يوم طلعت لأم حسين وقالت لها جرى إيه يا أم حسين؟ ما تخفي الدوشة دي، مش كده يا حبيبتي ده بيت عيلة برضو. اسمعي بقى لما أقولك يا حاجة، أنا لما خدت البيت خدت وقلتلك إن هيبقى في صوت وهيبقى في حس جامد في البيت، وبعدين أمال أنا بدفع 5000 جنيه ليه؟ عادي أنا أخصم التوضيبات اللي عملتها في الشقة وأخد بعضي وأمشي. ما تهددنيش يا أم حسين، أنا لو مش متعشمة فيكي خير ما كنتش طلعت هنا وقلتلك إن أنا عاوزة يعني صوتي يخف شوية، لكن خلاص يا ستي أنا ما يهونش عليا زعلك. ونزلت عزيزة لأنها كانت خايفة على زعل أم حسين وتضيع بقى 5000 جنيه.
لكن وهي نازلة على الدرابزين لمحت أسامة ابن ابنها واقف مع بنت من المشغل، والوضع ما كانش قد كده. هو سمعته وهو بيقول لها والله ما بقى معايا فلوس، ريحيني بس وتعالي في حضني وانا هديك عناية الاتنين. بس بقى يا أسامة حد يشوفنا واحنا واقفين مع بعض كده. انا بحبك بس برضو انت عارف ظروفي وظروف اهلي وان هم يعني ناس غلابة، وهي الفلوس اللي باخدها منك دي بعمل بيها ايه؟ ما انا بجيب بيها حاجات علشان ادلعك لما نتجوز. امتى بس يجي اليوم ده؟ ساعتها طبت عزيزة عليهم زي القضى المستعجل وقالت بغضب في المشمش يا حبيبي انت اتجننت يا واد، انت واقف مع البت الشمال دي بتعمل ايه؟ تيتا هو انت كنت فين بالظبط؟ عيني على الرجالة، خايف من الولية العجوزة الكركوبة دي؟ جرى ايه يا ولية؟ في ايه؟ كنت واقفة مع سمسم ولا انت يعني فاكرة لسه صغير؟ وهياخد الامر منك، احنا بنحب بعض يا حبيبتي وقريب قوي هنتجوز. اتكت منت الله يخرب بيتك، معلش يا تيتا حقك عليا، والله العظيم ما هعمل كده تاني. طب والله العظيم ما انت قاعده فيها يا زفتة يا لسمك صفاء، انا هطلع لمحسين واخليها تطردك من هنا طردة الكلاب. اطلعي يا حبيبتي محدش ماسك فيكي، وانت يا حلو يا صغير مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. امال عامل لي راجل وسيد الرجاله ليه يا اخويا طالما انت كوكو كده وبتجيب ورا؟ وساعتها اسامه نزل على شقتهم وطلعت عزيزه تاني عند ام حسين، فضلت تزعق وتشتكي لها من صفاء. وقتها ام حسين قالت انا ما اقدرش استغنى عن صفاء يا حاجه، دي هي اللي شايله لي 3 ارباع الشغل يا حبيبتي. بقول لك لفت على الواد، هو ده قدها برضو؟ البنت كانت واقفه معاه واقفه زي الزفت خالص، ولا انت بقى جايه تنجسي لي البيت؟ والله بقى اللي عنده ما زي لمها، لو كان علي انا مش هخلي صفاء تخرج من باب المشغل تاني غير وهي مروحه، وانت بقى ابنك سيطري عليه. ماشي يا محسين، بس انت كده لتاني مره بتمشيني من عندك وانا زعلانه، وزعلي ده وحش قوي. وفي اوضه نوم مهران كان بيجهز علشان ينزل مصر، وساعتها كانت سهير بتظبط له هدومه، هو ماسكه فيه قوي كانها ماسكه في باباها مش جوزها. وقتها مهران لف واخدها في حضنه وقال لها بحب ما هتبطليش العاده دي واصل يا سهير، كل ما ابقى مسافر ونازل على مصر لازم تعملي كده، وكاني مش معود مره تانيه. اخصى عليك يا مهران، بعد الشر عنك يا حبيبي. اوعى تقولي الكلام ده تاني يا مهران، انت روحي، انت الهوى اللي بتنفسه، انت لو بس مش موجود في حياتي انا موت واتدمر. يا حبيبي انت كل حاجه حلوه حصلت وهتحصل، بس انا بصراحه مش عارفه انت ليه نازل مصر. ايه اللي ليك في مصر علشان تنزل دلوقتي؟ ابدا يا حبه القلب وروح الروح، نظره الخوف اللي وعيلها في عينيكي دي عندي بالدنيا بحالها. طب اقول لك على حاجه، انا رايد اخدك ويايا، لكن انت خبره عفاف هنا وما ينفعش نهملها احنا الاثنين ولا ايه؟ ايوه طبعا، بس برضو ما قلتليش انت نازل مصر ليه؟ واحد صاحبي رايد ازوره، اديلي كتير ما شفتهوش، وما تجلجيش اني هعود بكره بالكتير، يعني هنام لوحدي النهارده؟ انا ما بقدرش ابعد عنك خالص يا مهران، بحس ان روحي بتروح مني، نفسك لو ما كانش محوطني طول الوقت بحس اني هموت هتخنق. ارجوك يا مهران تعالى بسرعه وما تتاخرش عليا. وقتها مهران بس راسها وضمها لصدره قوي وبعدها مشي، لكن طبعا عدى على اخته وسالها عن رايها في فاروق، وساعتها عفاف قالت له لما تعود يا اخوي لما تعود نبقى نتحدث، لكن انا اتحدثت ويا ريناد لازم تعرف كل شيء علشان ما تتفاجئش. عين العجل يا خيتي، عموما انا ما هتاخرش واصل، كلها بكره بالكتير واكون عندكم هنا، خلي بالكم من حالكم. تروح وتعود بالف سلامه يا اخوي. وعند ماجده كانت طبعا عزيزة قالت لها على كل حاجة ومشيت، وهي دخلت على أوضة ابنها وقالت له بغضب هي كانت ناقصة البنات الشمال، انت اتجننت يا أسامة؟ هو بعدين بنات ايه يا ابني اللي انت تعرفهم؟ ده انت لسه 17 سنة. يا ماما انا بحبها، صفاء دي ما تعرفيش جامدة ومزدة ازاي وبتريحني ازاي. يا نهار اسود ومش فايت، انت قصدك ايه بتريحك؟ انت في ايه بينك وبينها دي؟ حصل ما بينكم ايه؟ العلاقة ما بينكم وصلت لفين؟ وصلت لبعيد قوي، صفاء عرفتني حاجات كتير وانا بصراحه ببقى مبسوط معاها وناوي ان انا اتجوزها، بس ما تقلقيش مش اللي في بالك اللي حصل، كلها يعني كانت حاجات ما تخوفش. يا نهار مش فايت، كان يوم اسود لما جت ام حسين هنا. لا لا لا، الوليه دي لازم تمشي من هنا وفي اقرب وقت، ابني هيضيع مني يا ناس. وبعدين صفاء دي اكبر منك يا ابني، دي عندها اكتر من 25 سنه، ودي احلى حاجه فيها على فكره. طب اسمع بقى لما اقولك، انا لو شفتك واقف مع البنت دي تاني مش هيحصل لك كويس، ارجع يا حبيبي وركز في دراستك وفي الثانويه الزفت اللي انت فيها، وبعدها ابقى فكر في الحب وفي الجواز وفي القرف ده. وبعدين انت ازاي اصلا تامن لوحده عملت معاها القرف اللي انت بتقول عليه ده؟ وهو الحب دلوقتي بقى قرف ازاي؟ بص يا اسامه، بص يا حبيبي، الحب يبقى جميل لما يبقى حلال وفي طاعة ربنا ويبقى تحت اطار الجواز، ساعتها اعمل اللي انت عايزه، لكن اللي بيحصل بينك وبين صفاء ده اسمه سرقه،
سرقة ازاي؟ انا بدفع لها فلوس كتير. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني اي حاجة بتحصل ما بيننا صفاء فهمتني ان انا لازم ادفع فلوسها، لان يعني هي بتديني جزء منها وانا لازم ادفع التمن ده. يخرب بيتها، هي عاملة لك فاتورة ولا ايه؟ مسكت الايد بخمسة جنيه، الحضن بعشرة جنيه، ليه؟ مفكرة نفسها نوسة مرات الليمبي؟ اسمعني بقى لما اقولك يا اسامة، البنت دي بنت شمال، وانا اتأكدت من كلامك، مفيش واحدة محترمة يا حبيبي بتعمل الكلام ده. سيبك منها وركز في دراستك، سيبك منها وركز في دراستك. صدقني دي بني ادمة مستغلة، واكيد زي ما بتعمل معاك بتعمل مع غيرك. مستحيل، صفاء بتحبني. لا لا لا، انت مفيش فايده فيك، لازم لما ابوك يجي اتكلم معاه ويشوف له حل بقى معاك. اعملي اللي تعمليه يا ماما، بس انا هتجوز صفاء، يعني هتجوزها. اما بقى عند مهران، فهو كان وصل للسنتر بتاع الحاج فؤاد، وده كان سنتر ملابس كبير قوي، خاص بملابس العرايس والملابس الداخليه والخارجيه وكل ما يخص تجهيزات البنات. واول لما قعدوا سوا فؤاد قال بفرحه، اخيرا مهران ابن الحاج اسماعيل خليفه جالي هنا. والله انا مش مصدق. لا يا عم فؤاد صدق. المهم انا جاي لك عشان موضوع مهم قوي، وعاوزين بقى نرتب له علشان كل شيء يمشي فيه مظبوط. وانا رقبتي يا حاج مهران، انا عمري ما انسى اللي انت عملته معايا، وانك ياما وقفت جنبي في زنقاتي. بس قولي قبل اي كلام تشرب ايه؟ ما انت خابر انا هشرب ايه وما اشربش غيرها، واصل قهوه سكر زياده. انت ما بتشربش غير القهوه السكر الزياده. حاضر من عيني، هخلي حد من هنا يجيب لك فنجان قهوه ونشربها، وبعدها بقى نشوف هنعمل ايه. وجت القهوة وشربوها، وساعتها مهران اتفق مع فؤاد على حاجة. اما بقى عند ريناد، فهي كانت قدام البيت بتاعهم او الملحق بتاع البيت الكبير، وكانت بتغني وبتقول على بالي على بالي حبيبي على بالي. ساعتها قرب منها فارس وشال السماعة من ودنها وقال لها بحب يا بخت حبيبك ده يا ريناد. فارس ايه ده، انت هنا من امتى؟ انا ما حسيتش بيك خالص، وكنت سرحانة مع الاغنية. عايقولوا أليسة دي ما يسمعهاش غير العشاق عاد، مش كده بردك؟ لا مش كده، أنا بسمعها عشان هي صوتها ناعم كده وبيوصل إحساسها بسرعة. المهم أنت كنت رايح فين؟ كنت جاي أقعد وياك ندردشوا هبابة. تتضايقي؟ لا 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 طبعا، بيتك ومطرحك أتضايق إزاي؟ أنا رايد لما أقعد وياكي يبقى أنت حابة القعدة دي، مش لأنه بيتي ومطرحي. فهماني يا ريناد، هو أنا مش هبقى عاوزك تقعد بس معايا ليه يا فارس؟ اتفضل واتكلم معايا، قولي عاوز تقولي إيه؟ والله ما انا خابر اللي انا هقوله ده، هتفهميه ولا تحسيه ولا ما هتتجبليهوش، واصل. بصراحه يا فارس انت بالنسبه لي زي ما بيقولوا كده الرجل الغامض بسلامته، كل كلامك ما ببقاش فهماه، دايما بحس ان انت بتقول كلام وجواك حاجه تانية خالص. ما تتكلم على طول وتقولي في ايه، ليه دايما بحس ان كلامك معايا بيحمل معنيين؟ انا نفسي افهمك يا فارس. يا بوي هواني معقد جوك ده؟ عموما انا جوايا مشاعر جميله ليكي من زمان يا ريناد، وبحس كده انك هتوحشيني. اكده انا دغري ولا محتاجه توضيح اكتر؟ ساعتها ريناد قلبت طماطمايه وفضلت تفرك في ايديها، لانها حست كده من طريقه فارس ان هو خلاص قدامه تكة ويقول لها انه بيحبها. فضلت ساكته وبصه في الارض، لكن فارس مسك ايديها وبسها وحطها تاني وقال لها بنبره صوت جميله الجمال اللي انا وعيله ده ما ينفعش يتوتر كده، واصل الجمال ده لازم أن يفضل يضحك ويفضل يحب الحياة، لأن هو اللي هيجذب كل حاجة ناحيته. سلام يا ريناد. مشي فارس وهو زي ما بيقولوا كده نشن ونشان وجه في مقتل. ريناد بنوتة صغيرة لسه ما كملتش 20 سنة، في تانية كلية وما حصل لهاش الحاجات دي قبل كده. هي أيوة بنوتة جميلة، بس عمر ما حد حسسها بالمشاعر الجميلة دي. ساعتها بدون وعي هي ابتسمت وبصت لإيديها وفضلت سرحانة، ما فوقهاش من ده كله غير عفاف وهي بتقول لها بصوت عالي عنادم عليك أديلي كتير. في إيه يا ريناد؟ عاد رايداكي جوا يا بيتي. أنا أسفة يا ماما، أنا أسفة معلش، أصلا أنا كنت سرحانة مع أليسة، ما أنت عارفة أن أنا بحب أغنيها. طب قومي بينا علشان نخلصوا الوكل، نجرسكوا اللي أنت طلباه، مرات خالك ما تعرفش تعمله، يلا وياي نعمله سوا. ايوه فعلا مرات خالي ما بتعرفش تعمل النجرسكو. طيب يا ماما يلا ندخل ونعمله سوا. ودخلت ريناد وهي فرحانه جدا وكلها نشاط، وزي ما يكون فارس حرك مشاعر جميله كانت جواها، لكن كانت محتاجه تظهر للنور، وهو بكلامه وباسلوبه خلاها كده كانها طايره في السماء. ونروح بقى عند ماجده واللي كانت قاعده مع حسن وبتحكي له اللي حصل مع ابنه وهي حزينه وموجوعه قوي. وقتها حسن قال ياما قلتلك تخلي بالك من الولد ده، ولد وشاب وممكن يحصل عنده اي تغيير، ده في سن مراهقة يعني في سن خطر. خلاص بقى يا حسن ابوس ايديك كفاية تقطيم.
أنا ما كنتش أعرف إن الموضوع هيوصل لحد كده. أنا كنت مفكرة إن الولد لسه صغير ولسه عيل 17 سنة، إيه اللي يطلع منه كل ده؟ هي حبيبتي زمان كانوا بيتجوزوا في السن ده، أول ما الشاب يبلغ ويبقى عنده حوالي 16-17 سنة كان عادي يتجوز. ابنك لو اتجوز يا مدام يا محترمة يخلف، بس انت اللي مش واخده بالك. خلاص يا حسن بقى ابوس ايديك، بس قولي الوضع يضيع مننا هنعمل ايه؟ والله هو مفيش غير حل واحد بس عشان الواد ده يرتجع عن اللي هو فيه، بس اهم حاجه انك تراقبيه من بعيد لبعيد، وبلاش طريقتك العنيفه دي معاه، واديله الامان عشان لما نفذ اللي في دماغي ما يعرفش ان احنا مرتبين حاجه. تمام، بس احنا هنعمل ايه؟ فهمني على جثتي اللي انت بتقوله ده يا حسن. يا ترى حسن قال ايه المجدة خلاها تغضب وتثور بالطريقة دي؟ وإيه الخطة اللي في دماغه علشان ينقذ بيها ابنه؟ ويا ترى مهران عاوز إيه من الحاج فؤاد؟ هو مين فؤاد ده؟ وإيه هيبقى دوره في قصتنا؟ وكمان ريناد هي وفارس أبطال قصتنا الجمال، حكايتهم هتوصل لحد فين؟ وإيه هيبقى رد فعل مازن؟ ويا ترى عفاف هتوافق فعلا على الارتباط بفاروق وتريح قلبه بعد كل سنين العذاب دي اللي هو عاشها في حبه ليها؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في أمان الله. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. وقفنا المره اللي فاتت لما حسن قال حاجه لمجدة علشان ينقذ بيها ابنه، وده اللي خلاها تغضب قوي، وده لما قال لها هو ده الحل الوحيد علشان الموضوع ده يخلص زي ما انا بخطط له بالظبط. اتكلمت مجدة بغضب وقالت له قلت لك قبل كده على جثتي يا حسن، انت اتجننت يا راجل انت؟ احنا هنصلحها من ناحيه عشان نبوظها من الناحيه التانية. طب ولو قلت لك خليكي واثقه فيا هتقولي ايه؟ انا عمري ما اعمل حاجه، انا مش عارف عواقبها هتبقى ايه يا مجدة. ربنا يستر، انا مش مطمنه للموضوع ده. وعند عفاف كانت جهزت النجرسكو واخدت الصينيه وراحت بيها على البيت عند سهير، اللي اول لما شافت النجرسكو قالت انا مش عارفه البتاع اللي عامل زي العجين اللي في قلب بعضه ده انت بتحبه ازاي؟ طيب لما المكرونه دي يبقى جواها لحمه مفرومه تبقى مبلوعه شويه، لكن كمان تحط جواها فراخ بيضه كده كله ابيض فابيض، هنقول ايه؟ عادي يا سهير يا خيتي، جيل اليمين دول هيحب كل حاجه غريبه. بالعكس دي طعمها زين قوي يما. فعلا يما طعمها زين قوي، انا احبها وهطلبها كتير في الجامعه. معلش يا عمته هخليكي تاكلي حاجه انت ما بتحبهاش، بس والله انا كان نفسي فيها من زمان. اوعاكي تقولك ده مره تانية، انت تطلبي اللي انت رايداه ويجيلك في الوقت والحال. تعملي ايه يا باش مهندس؟ سمعني كده، اصل السمع مش تمام اليومين دول. لا مفيش شيء، لو سمحتي يما جيبي لي الشاي على اوضتي. واليوم ده عند حسن كان واقف مع صفاء وبيقول لها بدلع هو ايه؟ انا ما بعملش حاجه ببلاش، بقولك انا مش بتاع جو العيال الفرافير ده، انا عاوزه اتجوزك. اي نعم عرفي، بس هرحمك من الشغل اللي انت بتشتغليه ده، برضه اعرف هتدفع كام. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، وبعدين اوعى تكون صدقت الكلام اللي قالته لك امك الكركوبه دي عليا، ان انا يعني عيني من ابنك ولا حاجه؟ ده عيل لسه بشرط، هو انا برضه هبص للعيل ده؟ لا يا جميل، انا عارف انت واحده كبيره وعايزه برضه واحد ناضج يظبطك. وفي الوقت ده كان اسامه في اوضته، دخلت عليه امه وقالت له بغضب قوم تعالى، قوم يا موكوس شوف الزفته اللي انت بتقول عايز تتجوزها واقفه مع ابوك وبتقول له ايه؟ وهي صفاء هتقف مع بابا ليه؟ وسعي كده يا ماما. وراح فعلا اسامه مع امه، واول لما وصل عند السلم في الطلعه بتاعت المشغل شاف ابوه هو وصفاء واقفين مع بعض، وصفاء مايل عليه كده بطريقه مش حلوه وبتقول له والله انا شكلي هحبك قوي، انت شكلك راجل راجل بجد، يا لهوي عليك وعلى جمالك، يعني انت عمرك ما حبيتي اسامه خالص؟ اسامه مين ده؟ ما انا قلت لك ده عيل بشرط، هو انا على اخر الزمن هبص الواد زي ده؟ ده هو اللي بيجري ورايا ودايما يقولي انا بحبك ونفسي اتجوزك، لكن انا ولا على بالي خالص. وقتها قرب منها اسامه وقال لها وهو بيمسك ايديها بحده اه يا زباله يا واطيه يا حقيره، هو انا اللي بقول عليك انك بتحبيني؟ هو بتعملي كل حاجه عشان انت عاوزاني اتجوزك في اسرع وقت وتطلعي كده مع كل واحد شويه؟ وانا اللي ما صدقتش لما جدتي وامي قالوا لي كده. اتكلمت صفاء ببجاحه وقالت له احبك ايه يا عيل انت؟ يا واد انا لو كنت اتجوزت بدري شويه كنت خلفت قدك، هو انت كنت بتصدق الكلمتين دول؟ الكلمتين دول يا حبيبي كنت بقولهم لك عشان لقيتك عيل اهبل وهطل وامك هبله زيك وبتدي لك فلوس كتير، فانا اولى بقى بالفلوس دي. اخرسي اخرسي خالص، انا مش عاوز اسمع صوتك، انا خلاص لازم اتكلم مع تيتا وتغوري من هنا في 60 داهيه. اهدى يا اسامه اهدى يا حبيبي، انا هطلع اتكلم مع محسين واشوف الحكايه دي. نزل اسامه بعد ما طبطبت عليه امه، وساعتها حسن طلع لام حسين وقال لها على اللي حصل. وقتها ام حسين قالت
حقك عليا يا أستاذ حسن والله، البت أصلها حمارة شغل وشايلة عني شغل كتير قوي، صعب إن أنا خليها تسيب الشغل هنا، بس أوعدك إن أنا مش هخرجها برا باب المشغل تاني وهخليها هنا على طول. هي أم حسين أنا مش زي أمي، أمي جت وقالت لك كلمتين وإنتي رديتي عليها، لكن أنا كله اللي يمس ولادي، المرة دي أسامة، المرة الجاية هيبقى بعد الشر مها، ساعتها أنا مش هيهمني أي حد. لا 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 يا أستاذ حسن ما تقلقش خالص، والله أنا هزعق مع البت دي ومش هخليها تتعامل مع أي حد هنا في البيت. نزل حسن وساعتها كانت صفاء قاعدة على المكنة بتشوف شغلها، قربت منها أم حسين وقالت لها بحدة، بقولك إيه يا صفاء، أنا بحبك أو ما أقدرش أستغنى عنك لكن لحد أن أنت تخلي سمعة المشغل وحشة، لا يا حبيبتي دي سمعة مكان وما ينفعش تتلط، وأنا بقى اللي هلطها إن شاء الله ولا إيه؟ ولا انت مش واخده بالك ان انا اللي شايله شغل فوق دماغي؟ جرى ايه يا ام حسين؟ صفاء انا قلتلك وحذرتك بلاش الحاجات دي، لو عاوزه تلعبي يا حبيبتي العبي بره، ما تلعبيش هنا في مكان الشغل. عماله تقولي شغل شغل، هو هنا في حاجه عدله؟ ولا الواد ولا ابوه بلا نيله. خلاص يا ستي الرساله وصلت، بعد كده انا هبقى اعمل اللي انا عايزاه بره. حاجه تانية يا ام حسين، وطلع حسن لاسامه ابنه اللي كان مصدوم في اوضته وقال له، بص يا ابني انت دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة المراهقة، لسه عندك 17 سنة يعني عود اخضر ما تعرفش كتير في الحياة، واللي اسمها صفاء دي انت تأكدت بنفسك انها واحدة مش كويسة وما تستاهلش ان انت تزعل عليها، مشاعرك الجميلة الطيبة دي لازم تديها لواحدة تستاهلها، واحدة تجذبها. عندك حق يا بابا عندك حق، بس والله انت ما كنتش تعرف هي بتقول لي ايه، انا كنت فاكر انها بتحبني بجد، لكن خلاص انا هتخطى المرحلة دي واشوف مذاكرتي عشان السنه الجايه ثانويه عامه، وانا لازم اجيب مجموع كبير علشان تفرح بيا. يا حبيبي انا فرحان بيك من غير مجموع ومن غير اي حاجه، ان شاء الله المرحله دي هتعدي بسلام وانت هتبقى احسن بكتير. ونروح بقى عند فارس اللي كان قاعد في اوضته مستني الشاي، وبعد شويه خبطت عمته عليه ودخلت له الشاي وقعدت جنبه وهي بتقول له بحب، هعرفك من عينيك يا ولد اخوي، والله انت منورانا يا عمتي، وبجد البيت من بعد ما جيتي فيه وانت منوراه. أني الحال يا ولد مهران؟ لا طبعا أنت وريناد. بخصوص ريناد، معقول الحب ده والعشق اللي هوعله في عينيك يا ولد أخوي من وقت ما جينا هنه ولا كان قبل سابق؟ إيه اللي هتتحدثي عنيه ده يا عمتي؟ جبتيه من فين الحديد ده؟ كيف ما قلتلك من عينيك، ولا أنت نسيت إن أنا اللي مربيك يا ولد مهران ومهملك وأنت عندك 6 سنين، نسيت ولا إيه؟ لا ما نسيتش يا عمتي، لكن طالما وصلت لمرحلة العيون أنا رايد أعرف لو اتجدنت ريناد هتوافق ولا ترفض، أنت أمها وأدرى حد بيها، اللي أقدر أقوله لك أني حاسة بحاجة، لكن أنت محتاج وقت عشان توصل للي في راسك، عموما نطلب يدها من أبوك، ما هو لي أمرها دلوك ونشوف لو وافقت يبقى تمام وهي رايدك فعلا، أما بقى لو رفضت يبقى أنت مش في راسها خالص يا ولد مهران، ووقتها المفروض أنك تتوكد أنها مش ليك. هتقولي إيه يا عمتي؟ ربنا يستر. وفي الجامعة عند ريناد كانت داخلة القسم بتاعها، لكن لقيت حد بيوقفها وبيقول لها، ما جيتيش ليه اليومين اللي فاتوا يا ريناد على الجامعة؟ جلكت عليكي وما خبرش رقمك عشان كنت اطمن. تطمن على ايه؟ يعني خفت يكون فارس زعج وياكي ودايجك بحديثه وهيمنعك بقى من الجامعة؟ ايه يا مازن الاوفر اللي انت فيه ده؟ مش للدرجات دي، هو كل اللي قاله اني لازم البنت تخاف على سمعتها، وان احنا هنا في الصعيد، وان يعني ما فيش حد يعرف ان انا وانت قرايب، هو ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض عشان ما يتقالش عننا كلمتين مش كويسين. انا شايفه ان كلامه ما فيهوش اي حاجه غلط ولا ايه؟ لا ما فيهوش غلط واصل. طب انا كنت رايده اتحدث وياكي في موضوعك ده، هتسمحي لي اتحدث؟ رينات باستعجال، طب بسرعه يا مازن، اصل المحاضره خلاص فاضل عليها 10 دقايق ويا دوب على مطلع الدور الرابع. انا احبك يا رينات. انت قلت ايه؟ قلت أحبك، ومن أول لحظة لمحتك فيها لما كنت هتتمشي في البلد، وحصل المشكلة بينك وبين ماهر لما عكسك وعرفنا يعني إنك بنت عمتي، وإنت ما تطلعيش من راسي واصل يا ريناد. ساعتها ريناد كانت مصدومة ومحرجة ومش عارفة تقول إيه. وقتها مازن قال، مالك يا ريناد اتخشبتك ده ليه؟ هو في شيء أنا معرفوش؟ أنا أسفة يا مازن، بس الحقيقة مشاعرك الجميلة دي أنا مش هقدر أبدلها معاك، لأن في حاجة تانية شغلة بالي. ايه اللي شاغل بالك عاد؟ الدراسه وكده؟ احنا اكيد مش هنتجوز غير بعد ما نخلص الدراسه، ما تجلجيش من اليمادي. لا يا مازن انت فهمتني غلط، عموما انا مش هقدر اقف معاك اكتر من كده، صدقني المحاضره خلاص هتبدا اهي، لو سمحت ما تحاولش كمان تقف معايا بالطريقه دي علشان انا مش عايزه مشاكل، انا غريبه عن الصعيد ومش عايزه حد يتكلم عليا، عن اذنك.
طلعت ريناد وهي مش مرسية مازن على بر، هي موافقة بمشاعره دي ولا لا؟ هي بصراحة الحكاية مفهومة، لكن هو كان متعلق قوي بريناد لدرجة ان عقله ما ترجمش انها ممكن ترفضه. وتاني يوم رجع مهران البلد، واول ما وصل سهير جريت عليه وحضنته وهي مش مكسوفة خالص من ولادها ولا من اخته ولا من اي حد، وقالت له بحب: اخص عليك يا مهران، هنت عليك تبعد عني 4 ايام بحالهم؟ والله العظيم انت بتستعبط. على فكرة الشوق اللي جابني ليكي بدري، انا كان لسه لي يمين كمان، بس قلت ما هبعدش عن سهير اكتر من كده. حم حم خبريها عاد يا بوي، احنا واقفين ارحمونا. السنجله تبكي في زاويه، وانت هترمي ودنك ليا ليه يا ولد الفرطوس؟ مالكش صالح بيا انا ومرتي. حمد لله على سلامتك يا اخوي، الف بركه انك رجعت لنا بالسلامه. تسلمي وتعيشي يا غاليه. وينها ريناد؟ ما وايش ليها، انا هروح اجيبها من الجامعه، كان حداها سكشن متاخره، واني قلت لها لما يكون في سكشن متاخره ما تعوديش الدار لحالك، هاخدك بالعربيه. زين يا ولدي زين. يلا بقى يا حبيبي عشان تستحمى وتغير هدومك وتنام شويه في سريرك، اكيد انت محتاج ترتاح. يما عيب يما، داري شوقك لابويها بابا مش قدامنا. بس يا واد يا يحيى ما تكسفش امك، وبعدين بدل ما تدعي لهم ربنا يهنيهم ويرزقك بالحب الزين ده ويكون في الحلال، انا هطلع دلوقتي عشان ارتاح واتسبح وانعس، واول لما اصحى هاجيلك لاني رايده اتكلم وياك يا عفاف. تمام يا اخوي. وعند ام حسين اتفاجئت بواحد داخل عليها، لكن شكله باين عليه الهيبه. اول لما دخل فضل يبص يمين وشمال على المشغل، وساعتها قربت منه ام حسين وقالت له: اتفضل يا سيد الناس، امرني. الامر لله وحده يا ست، اسمي منال وبيقولوا لي هنا يا ام حسين، لكن انت ممكن تقول لي منال عادي. خير؟ انا عندي سنتر للملابس الجاهزه، يعني ببيع فيه كل مستلزمات العروسه، وسمعت عن ان المشغل بتاعك بيعمل موديلات عبايات حلوه قوي، عشان كده كنت عاوزك توردي لي مجموعه في دماغي هقولك عليها، ايه رايك؟ طبعا طبعا، وماله، ده انا هعمل لك الكوليكشن اللي انت طالبه كله، وكمان باسعار تنافسيه. تمام، بس هي الشقه مش صغيره شويه؟ اصلا الشغل بتاعي كتير، انا هطلب كام الف قطعه، هيقدر المكان الصغير ده ينجز لي الشغل؟ وانا اهم حاجه عندي المواعيد. هو بصراحة كده المكان ده مش بتاعي، أنا مأجراه، لكن أنا ليا مكان تاني هنا بتاعي في أول الشارع ده وملكي، لو زي ما بتقولوا هنتفق على شغل كتير أنا هشغل الاتنين هنا وهناك. طب ما أنا ممكن أشتري لك المكان هنا. تشتري لي يعني إيه؟ مش فاهمة. بصي يا محسين، قصدي يا منال، أنا الشغل بتاعي كتير، ومش عايز بقى تيجي في يوم وتقولي لي أصل الشقة اللي أنا كنت واخدها إيجار والست قالت لي إن هي عاوزاها، وبسبب حركة زي دي يتعطل شغلي. اما بقى لما انا ابقى متاكد ان الشغل بتاعي في مكانه هبقى ضامن ان مفيش تاخير خالص، انا هشتري المكان ده وهسجله باسمك يا ستي، وهبقى اخصم فلوسه من فلوس الدفعات اللي هتاخديها وحسابنا يعني، وصدقيني مش هاجي عليكي. والله هو اقتراح ممتاز، خلاص انا هتكلم مع صاحبه البيت واقول لها ان انا عاوزه اشتري الشقه واشوفها عاوزه فيها ايه. بس دي وليه طماعه قوي، وانا خاف يعني تطلب بالزياده على تمن الشقه. لا لا لا، ما يهمكيش عادي، اللي تطلبه تطلبه، لكن اوعي تقولي لها على الشغل الجديد وان في واحد قالك انه عايز يشتري البيت، عشان يعني ما تطمعش اكتر لما تعرف ان انا رجل اعمال. لا لا لا، هو انا عبيطه؟ بس قولي، هو انت صاحب سنتر ايه ومكانك فين وكده؟ مش لما نتفق الاول؟ عموما انا يومين كده وهاجيلك ونخلص الليله دي. ومشي فؤاد، وساعتها محسين فضلت واقفه وهي سرحانه قوي في اثره ومن جواها فرحانه قوي. قربت منها صفاء وقالت لها: في ايه يا خالتي؟ مالك من ساعة ما الراجل الابيضاوي الاحمراوي ده كان هنا وانت مش على بعضك؟ عريس ده ولا ايه؟ يا ريت يا بنتي يا صفاء، يا ريت، دي تبقى اتفتحت لي طاقة القدر، شفتي الراجل عامل ازاي؟ مال وجمال وطلة. المهم يعني ما قلتليش مين ده؟ عريس فعلا؟ ام حسين بلاوي تبوظ: لا يا اختي، هو لحد دلوقتي جاي في شغل، لكن بلاش تنبري وتحطي مناخيرك فيها علشان تكمل. انا نازلة العزيزة تحت اتكلم معاها في حكايه كده، بلاش تعملي حركه كده ولا كده، مش ناقصين مشاكل مع حسن ومراته ولا ولاده. ما خلاص بقى، ما انت حددتي لي اقامتي جوه المشغل وفي الجامعه. كانت واقفه ريناد قدام باب الجامعه، وبعد شويه جه فارس واخدها، وكل ده كان مراقبه مازن اللي كان واقف مع صاحبه ولاحظ ان هو سرحان قوي. ساعتها قال له: خبريه عاد يا مازن، وعيلك هتطلع لجريبتك دي، ادي لك كتير. ها هتقول حاجه يا محمد؟ لا ده انت قصتك قصه، تعالى نقعد على كافيتيريا قريبه من هنا وتحكي لي كل حاجه. وفي العربيه كانت راكبه ريناد جنب فارس، وساعتها قال لها: اتاخرت عليكي؟ مستنظره اديلك كتير،
لا خالص ما تأخرتش يا فارس، بس كان فيها ايه يعني لو كنت جبت اي مواصلة وروحت على البيت ما كانش هيحصل حاجة. قلتلك ما تتحدتيش في الموضوع ده تاني، لما يبقى عندك سكاشن بالليل ما هتروحيش لحالك واصل، والموضوع ده يتقفل وما نفتحوش تاني واصل. سمعتي حديثي ولا نعيده تاني؟ ما هنفتحوش تاني واصل. تمام يا باش مهندس. يا بوي ضحكتك زينة قوي يا ريناد، نفسي محدش يوعلها غيري واصل. يا جمر الليالي يا نجمة حلمت بيها ودعيت من ربنا انها تبقى من نصيبي، متى يا روح الروح هتبقي من نصيبي وتحسي باللي جوايا؟ ايه يا فارس في ايه؟ انا بقول ان انت تركز في السواقة علشان ما نعملش حادثة، بعد الشر عنيكي، انا فديكي بروحي يا حبة القلب. وقتها ريناد طبعا قلبت حرفيا فراولاية على طماطماية على كل الفواكه اللي في الدنيا، وفضلت مغطية راسها في الأرض وما رفعتهاش خالص غير لما وصلوا عند البيت، ولما اطمنت ان العربية وقفت لسه هتفتح الباب وتمشي، لكن اتفاجأت ان الباب مقفول الكتروني. ساعتها رجعت راسها بالراحة ناحية فارس اللي لقيته بيبصلها بحب وبيقول لها بحبك ونفسي اسمعها منيكي، لكن وقت ما تكوني حساها حساها وبس. لو سمحت يا فارس افتح باب العربية، بلاش تحطيني في الموقف ده، انا بجد مش عارفة اتلم على نفسي. أنا كل اللي رايد أعرف منيكي حاجة واحدة بس، أنت هتحبي أنك تسمعي مني الحديث ده ولا تتضايقي؟ لو حديثي هيضايقك أنا ما هقولهوش تاني واصل، لكن أنا عندي أمل كبير أنك تكوني حاسة بيا ولو بنسبة صغيرة. اتكلمت ريناد في نفسها وقالت أنت عملت فيا إيه؟ كل كلمة بتقولها بتزلزل كياني، لكن أنا ما أقدرش أقولك الحاجات دي دلوقتي، هخاف واتكسف. نفسي أقولك إني بقيت بفرح لما أشوفك وبستنى إن أنت تيجي وتقولي الكلام ده اللي بيحركني من جوايا، لكن أنا ما عنديش الجرأة أقول الكلام ده على الأقل في الوقت الحالي. ساعتها فارس كان باصص في عينيها قوي وقال ياه كل ده جواكي يا ريناد؟ إيه ده؟ في إيه؟ أنا ما فيش حاجة جوايا. خلاص افتح بقى الباب الله يخليك. هفتح عشان عينيك طمنتني، وانا هستنى كل الحديث اللي قلتيه بينك وبين حالك تقولهولي قدامي. فتح فارس باب العربية وساعتها ريناد راحت على البيت وهي بتقول ايه ده في ايه؟ هو مخاوي ده ولا ايه؟ ونفوق كده مع بعض من اللحظة الرومانسية الجميلة دي، ونروح بقى عند عزيزة وام حسين اللي كانت ام حسين بتعرض عليها موضوع شراء الشقة. ساعتها عزيزة قالت لها هو انت بقى يا ام حسين معاكي تشتري الشقة دلوقتي ليه؟ هو المشغل بتاعك بيكسب قوي كده؟ انت ما بقالكيش شهرين معانا، هو في ايه بالظبط؟ جرى ايه يا حاجه؟ انت هتقري عليا ولا ايه؟ يا ستي كنت عامله جمعيه وفي كده كم مصلحه ربنا كرمني منهم وناويه اجيب الشقه، بس عايز اعرف تمنها. مهرها غالي قوي الشقه دي يا ام حسين، دي شقه ابن الله يرحمه، وانا ما كانش عندي نيه للبيع خالص، لكن ممكن النيه دي تتوجد لو السعر يستاهل. يا ستي هنجيب سمسار المنطقه وهو يقيم الشقه واللي هيقول عليها هدفعهولك. لا 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 سمسار ايه؟ السمسار ده هيحسبها حطان وارضيه وعدد اوض، لكن انا بقولك الشقه دي كانت شقه ابني حبيبي حامد الله يرحمه اللي مات في عز شبابه، يعني ليها ذكريات جامده عندي واكيد يعني انا مش هفرط فيها بالساهل، ثم انا كنت ناويه اجوز فيها الواد اسامه. بلاش تطمعي يا حاجه، عموما مش هنختلف ان شاء الله، قوليلي بس طالبه كام. يا لهوي بتقولي كام؟ يا ترى عزيزة طلبت كام من أم حسين خلاها تتصدم قوي كده؟ ويا ترى فؤاد ده ناوي يشتري الشقة لنفسه ولا لأم حسين ولا في ترتيب تاني؟ وهل دي فعلا ما كده بيعملها مهران وفؤاد وريناد هتفضل في صمتها ده وما تقولش الفارس على مشاعرها، ولا العشقة هيغلبها وتقوله؟ ويا ترى مهران لما يسمع قرار عفاف هيعمل ايه؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في أمان الله. ازيكم يا اجمل متابعين، وقفنا المره اللي فاتت لما عرضت ام حسين على عزيزه انها تشتري الشقه، وكان يعني رد عزيزه ان الشقه يعني غاليه عليها قوي، لكن لما ام حسين ضغطت عليها ساعتها طمع عزيزه وصلها لانها تقول رقم مبالغ فيه، وده لما قالت لها انا عايزه 3 مليون جنيه. ام حسين بغضب جرى ايه يا حاجه؟ انت بتقولي ايه؟ انت فاكراها فيلا ولا شقه في العالمين ولا في مدينتي؟ دي شقه في بيت عائلي في مكان كمان مش راقي، ليه تطلبي السعر ده؟ هو في ايه؟ طمع بقى واستغلال عيني عينك؟ عزيزه ببراءه مصطنعه والله يا حبيبتي انا مفيش عندي نيه ان انا ابيع شقه ابني، انت بتحسبيها بالحيطان والمساحه، لكن انا بحسبها بالذكريات، ده انا خرجت مراته وبنته منها علشان اجرها لك، وانت لما تشتريها يبقى الشقه اللي بتبضلي بيضه ذهب كل شهر خلاص راحت، فلازم بقى لما اطلب مبلغ اطلب مبلغ محترم. يا حاجه ما تستغليش الوضع وان انا محتاجه الشقه، بلاش كده. لا يا حبيبتي استغل واستغل قوي. ما استغلش ليه؟ انت دلوقتي رقبتك تحت سكينتي، يبقى اتحكم زي ما انا عايزه،
إنما لو ما استغلتش اللحظة دي يبقى مش هلاقيها تاني. أنا مش هبيع شقتي غير بالرقم ده. طب نجيب حد يقدرها ويشوف هياخدها بكام. أنا ماليش دعوة بتقديري الناس، أنا ليا دعوة بتقديري أنا لشقتي. وبعدين ما الشقق على قفا من يشيل، روح اشتري شقة في مكان تاني وتبقى أرخص من دي. للأسف دي أكتر واحدة مناسبة للشغل الجديد اللي أنا دخل عليه، لازم يكونوا المكانين جنب بعض، الشقة دي والمشغل بتاعي اللي في أول الشارع. أما بقى لو عاوز أجيب شقة فهتبقى في مكان بعيد شوية وهتشحطط بقى ما بين هنا وما بين هنا، لكن الشقة دي مناسبة قوي، هنزل من هنا هروح على هنا. خلاص يا حبيبتي شوفي دنيتك فيها ايه وانا تحت امرك. طبعا مشيت ام حسين وهي متضايقه قوي، لانها متاكده ان الحاج فؤاد يستحيل يقبل انه يدفع مبلغ زي ده في مكان زي ده. هو في النهايه تاجر ويعرف كويس قوي يقدر الحاجه اللي قدامه. ونروح بقى عند مازن اللي كان قاعد مع محمد صاحبه في الكافيه وبيتكلموا عن ريناد. وقتها محمد قال: ايوه بس انا ما فهمت الشيء واصل، انت لما قلت لها كده هي كان رد فعلها ايه؟ ما انا قلت لك يا محمد، قالت لي ان مشاعرها مش هتقدر تتبادلها وياي، بس انا اللي فهمته انها هتفكر في الدراسه وهتفكر يعني في مستقبلها وده من حقها. لا يا صاحبي هي رفضتك. هتقول ايه انت تخبلت اياك؟ من دي اللي رفضتني؟ انا ما ترفضتش واصل. لا هو ده اللي كانت رايده تقوله لك، لكن انت ما فهمتش او مخك رفض انه يفهم حاجه كيف دي. بس هي واضحه يا صاحبي هي رفضتك، لكن يعني كيف ما هيقولوا المصاروه بشكل شيك قالت لك انها ما مرحباش بمشاعرك دي؟ هي اكيد في فرصها حد تاني غيرك واصل. لا مستحيل، انا ما وعدتش ليها ولا نوبه واقفه مع حد في الجامعه. معقوله تكون مرتبطه او هتحب واحد من حداهم من مصر؟ الله اعلم. لكن نصيحتي ليك يا صاحبي انك تهمل الموضوع ده، لان واضح كده انه ما هيكملش واصل. ونروح بقى عند مهران اللي كان لسه صاحي من النوم، فتح عينيه ولقى سهير ماسكه فيه جامد كانها خايفه انه يضيع منها. ابتسم ابتسامه جميله وشال ايديها بالراحه علشان يقوم، لكن ساعتها سهير قالت: انت رايح فين يا مهران وسايبني؟ مش كفايه 4 ايام بره يا ابو قلب حجر؟ ما اقدرش ابعد عنيكي واصل يا روح الروح، لكن الساعة داخلة على 10، رايدة اتحدت ويا عفاف، أنا قلت لها إني اتحدت وياها النهاردة، وما ريتش إنها تستنظرني كتير، والآخر أقول لها إني مش هاجيلها، أو أهملها وأني اللي محدد الميعاد، أنا عايز أعرف بس، هو أنت عاوزها في إيه؟ ما هو أي حاجة تتأجل، وخليك معايا النهاردة، أنت وحشتني قوي. ما هعوكش عليك يا سهير واصل، ما اقدرش، أنا متوحشك ورايدة أقضي الليل كله وياكي. تعرفي يا سهير، أنا كل النوبة هوعلك وأطلع لك، أحس إنها أول مرة، حبي ليكي هيزيد أضعاف مضاعفة، لكن خايف. خايف من إيه بس يا مهران؟ خايف من إيه يا حبيبي؟ قولي أنت عمرك ما خبيت عني حاجة. ما تاخديش في بالك واصل يا سهير، أنا هتحدث ويا عفاف وهجيلك على طول. ماشي هسمح لك بس علشان خاطر اختك مستنياك، لكن اعمل حسابك انا مش هحلك النهارده. تمام يا حبه القلب. ونزل فعلا مهران وراح عند اخته عفاف في الملحق اللي هي قاعده فيه بتاع البيت، وكانت في الوقت ده ريناد قاعده معاها. خبط الباب، اول لما ريناد فتحت حضنت خالها قوي وقالت له بحب: حمد لله على سلامتك يا احلى خالو مهران في الدنيا، والله البيت من غيرك كان وحش قوي. يا بكاشه هتحبي خالك جوك ده؟ امال ما كنتيش هتسالي عني ايام ما كنت في مصر ليه؟ جري واعترفي. والله يا خالو غصب عني، انا من ساعه لما دخلت ثانويه عامه وانا مركزه قوي في دراستي. تعرف دي ماما كانت ناقص تحط لي الاكل من تحت عقب الباب زي المسجونين السياسيين، وفي الاخر دخلت علوم. زين العلوم مش عفشه. عموما انا رايد فنجان قهوه يظبط راس عاد، هيقولوا عنيك انك هتعملي قهوه زينه قوي. العصفوره مؤكده لي المعلومه دي، اوعى تكون هتقول لي حديث مش صح واصل. لا يا خالو العصفورة ما كتبتش عليك، انا فعلا بعمل قهوة حلوة قوي، بس انا عارفة ان انت بتوزعني. انا ممكن اقولك على النتيجة من الكنترول، بس هسيبك تعرفها من مكتب التنسيق احسن. ضحك مهران ضحكة عالية وقال: يا بكاشة ماشي يا ريناد هتلعبي بخالك، لكن على رأي اللي قال هتلف تلف وترجعي لعندي. ساعتها ريناد سرحت قوي وافتكرت فارس وحست ان قلبها بيدق، وطبعا مهران عاشق وعارف النظرة دي كويس قوي. ساعتها قرب منها وقال لها في ودنها: واضح اني محتاجه اركز ويا بنتي الصغيره اليومين دول. ادخل بقى يا خالو لماما تقول عليا ايه وانا سايباك على الباب كده، انا هدخل اعمل القهوه. ودخلت فعلا ريناد تعمل القهوه، وبعدها مهران قعد مع عفاف وقال لها: مرتاحه ويانا نهي يا عفاف؟ جوي جوي يا اخوي. واد عمك مستنظر الرد، اقول له ايه؟ موافقه يا اخوي موافقه. الموافقه دي عن اقتناع ولا اي حديث وخلاص؟ أنا لما قلتلك عن رأيي ما كانش قصدي نضغط عليك واصل، لكن كل اللي أقصده عاد إنك لسه صغيرة
ولو حديثي تفسر لك اني مريتش انك تقعدي ويانا هنا تبقي غلطانة واعتبري كان شيء لم يكن. لا يا اخوي، انا فعلا فكرت في الموضوع وكمان اخدت رأي رينات في القصة كلتها، والموافقة دي عن اقتناع بلغ فاروق. وفي الوقت ده جات رينات بالقهوة، وساعتها رينات قال لها بمشاكسة: والله جت في وقتها، أنا هشرب القهوة وهملكم ترتاحوا عاد، إحنا مش تعبانين يا خالو، بس واضح بقى إن عمته وحشتك قوي وإنت مش قادر تبعد عنها، الشوق باين في عينيك يا خالو، واضح كده إنك جاي تخطيف علشان تسأل ماما عن رأيها وتمشي على طول. يا بختك يا عمته، يا بختك، لو ألاقي حد بس يحبني ربع الحب اللي خالو بيحبهولك ده أنا ما هسيبهوش أبدا. اتحشمي يا ريناد واتحدتي ويا خالك بطريقة زينة، ما يصحش يا بيتي. هما ليها يا عفاف يا خيتي، ريناد تقول لنفسها فيه، لكن انا رايده اقول لك كلمه يا ريناد، العشاق يا حبيبتي هيحسوا ببعضيهم عاد. وقتها ريناد طبعا ارتبكت قوي، لانها اتاكدت ان خالها فهم ان هي بتعشق حد. غريبه قوي العيله اللي بتعرف الناس من العيون دي. خرج مهران من عند عفاف واتصل على فاروق وقال له: جيب المأذون وتعالى يوم الجمعه يا فاروق. عفاف وافقت. هتتحدى الجد يا واد عمي؟ عفاف وافقت. أباي عليك، وأنا هقول لك حديث مش صح ليه. جهز حالك وخبر عيالك. عفاف خبرت بنتها، والبنية ما عندهاش منع واصل. زين يا مهران إنك هتحددت في النقطة دي، ريناد هيبقى وضعها إيه؟ هتيجي تعيش ويانا ولا إيه اللي هيحصل؟ بنت خيتي ما هتخرجش من داري غير وهي عروسة يا فاروق، أنت هتتجوز أمها لحالها مش معاها بنتها، خصوصي يعني إنك حداك ولدين وريناد زينة، وزينة قوي. أنا مقصودش اللي هتقوله ده واصل، لكن أنا كنت رايد أعرف. بس عموما أنا أشيل رينات فوق راسي من فوق، وإنت خابر زين أني برضك مش غريبة عنيها وأبقى واد عم أمها. تمام يا فاروق، كيف ما قلتلك يوم الجمعة تاجي وياك المأذون. قفل فاروق مع مهران، وبعدها راح عند ولاده في أوضتهم وقال لهم على موضوع جوازه من عفاف. وقتها مازن قال بفرحة: وماله يا بوي، ده حجك وشرع ربنا. اتكلم ماهر بغضب وقال: اتخبلت إياك، أبوك هيقول لك إنه هيتجوز واحدة وتبقى هنهك في أمك، معقولة يا بوي؟ وأنا اللي قلت إنك ما هتفكرش في القصة دي واصل؟ أمي ماتت قديلها كتير، وإنت عمرك ما جه في بالك موضوع الجواز ده، إيه اللي حصل عاد؟ اتخبلت إياك يا ماهر، كيف تتحدى تكده في حضور أبوك؟ لا مؤاخذة يا بوي، ماهر ما يقصدش واصل، ممكن أفهم يا ماهر ليه متضايق جوك ده؟ ده حج يا ولدي، وشرع ربنا، ولا أنت كمان هتمنعني من شرع ربنا؟ لا يا بوي، القصة مش كده واصل، أنا اللي قصدي أقوله إن أنت كنت صارف نظر عن القصة دي، معنى إنك تتحدث فيها دلوقتي يبقى أنت هتعشق يا بوي، وانتظارك ما كانش عشان وفائك لأمي، لا، ده كان استنظار عاشق يا بوي. ايه اللي هتقوله ده يا ماهر؟ انا هعتبر اني ما سمعتش الحديث ده واصل عشان ما زعلش منك يا ولدي. القصه وما فيها ان احنا في الصعيد وبنت عمي راجعه، واني اولى بيها مش اكتر منك ده. طب وبنتها يا بوي، هتيجي وياها وتعيش معانا في الدار؟ لا يا ولدي، خالها متمسك بيها قوي، وقلب تخيتي ما هتخرجش من داري غير وهي عروسه. مازن بحده غريبه: كيف يا بوي؟ طالما اتجوزتها لازم بنتها تكون وياها، ولا انت ناوي تحرم ام من بنتها وبت من امها؟ ما يصحش يا مازن انها تاجي هنا وانا وانت شباب هنا، هي لازم تفضل في دار خالها وهو هيتحدد صح. بزياداكم حديث ورد فاضي، انا خبرتكم بكل شيء، ويلا انا اروح اتسبح وانام. وخرج فاروق من اوضه ولاده وهو متلخبط حرفيا. ماهر كشف حقيقته قدام نفسه وقدر بسهوله يعرف ايه اللي مخبيه ابوه، جيل اليومين دول بقى سهل يعرف كل حاجه. وبعد ما خرج مازن قال باستغراب لماهر: ايه الحديث اللي قلت لابوك ده يا وكل ناسك؟ عشق ايه اللي تتحدث فيه؟ ما وعدش لابوك كان بيتحدث كيف؟ دي كانت عينيها تطلع قلوب. هو اني ما خبرهوش؟ انا عمري ما شفت النظره دي في عينيه واصل. واضح انه هيحب اللي اسمها عفاف دي، أديله كتير وما صدق بقى إنها ترملت وجالي يتجوزها. تفتكر؟ لكن برضك لازم ريناد تكون ويا أمها. هدي حالك يا مازن، هو بلاش يا أخوي اللهفة الفاضية دي، لو البيت في راسك يبقى الموضوع جرب ما بعتش، حتى لو ما جتش ويا أمها تعيش هنا. تقصد إيه؟ أقصد إن أمها هتبقى ويانا طول الوقت، وساعتها تقدر تتحدث وياها في موضوع ريناد وتقول لها انك رايدها على سنة الله ورسوله، وهي اكيد هتساعدك لانها ما هتصدق ان هي وبنتها يبقوا في دار واحدة. فهمت يا ابو مخ تخين؟ ايوه تمام فهمت. ونروح بقى عند ام حسين اللي كانت في المشغل قاعدة وبتشوف شغلها. فجأة دخل عليها فؤاد، ساعتها هي اتنطرت من مكانها وقالت بترحاب: اهلا اهلا يا فؤاد، اتفضل، انا جيت لك النهاردة علشان اشوف عملتي ايه مع صاحبة البيت. والله مش عارفة اقولك ايه يا فؤاد، الست طلبت رقم كبير قوي، يعني انا كنت عارفة انها طماعة بس مش لدرجة 3 مليون جنيه. ياه،
دي طماعة فعلا قوي، الشقة ما تجيبش حتى نص المبلغ ده، بس برضو أنا شغلي محتاجها. يعني إيه؟ هو أنت ممكن تدفع المبلغ ده؟ أيوة عادي ممكن أدفعه، ما أنا بقولك الشغل محتاجه، وأنا متعود كده الشغل لما يحتاج حاجة لازم ياخدها وفورا، مصلحة الشغل ما تتأجلش خالص. المهم أنا عاوزك تتكلمي معاها وتحاولي تنزلي في السعر شوية، ولو فضلت مصرة خلاص مش أنت بتقولي إن دي أنسب شقة علشان تنجزيلي شغلي، يبقى خلاص بقى. لكن أهم حاجة أنا عاوزها أخدها في يوم ونسجل الشقة في الشهر العقاري، هو هتسجلها باسمي طبعا مش كده؟ بصي هي كده كده الشقة بتاعتك، لكن أنا ليا مصالح مع الضرايب ولازم أي حاجة ببيعها أو بشتريها تدخل في حسابي في الضرايب، علشان كده هستنى يعني أسبوعين تلاتة أعمل الإخطار بتاع الضرايب وبعدها هنقلك الملكية على طول. هو أنا يعني جايبها ليه؟ خلاص أنا هتكلم مع عزيزة وهقول لها على موضوع إن هي تنزل المبلغ شوية، ولو ما وافقتش بقى خلاص يبقى هناخدها بالتمن ده، مع إنها ولية طماعة وهتروح النار في توك توك. وعند مهران كان قاعد بيتغدى هو ومراته وولاده وأخته وبنتها، وساعتها مهران قال يوم الجمعة في عندنا مناسبة زينة. مناسبة إيه دي يا مهران؟ اللي هتبقى عندنا بعد خمس أيام، أكيد أبوي ناوي يتجوز على أمي. اجده برضو يا يحيى. طب أنا مش هكلمك تاني، وهتيجي تصالحني عشان أنا مش هصالحك أبدا أبدا. اتخبلت إياك؟ إيه اللي هتحكيه ده يا يحيى؟ بقى معقولة تقول على أبوك الحديث العفش ده؟ بزيادك ومرات فاضي، وإنت يا سهير أنا مقدرش أعملها واصل، ده أنت الهوى اللي هتنفسه. يبقى معقولة في حد يتخلى عن روحه؟ يا جماعة قلنا لكم استنجلة هتبكي في زاوية، مش ممكن يخلوا يحيى ابنك ده. عموما كتب كتاب عمتكم يوم الجمعة على عمكم فاروق. اخفى عليك يا مهران وما تقوليش حاجة زي كده. تخبى عليا؟ تخبى عليا ليه؟ هو انت فاكرني اني مش هفرح لعفاف؟ انا عارفة ان فاروق بني ادم محترم، وعلى فكرة انا عمري ما زعل من حاجة زي دي. لا يا سهير، لا يا خيتي، القصة مش كده واصل. انا اللي كنت هفكر في الموضوع ولسه مدية القرار لاخوي عشية، وهو يعني ما كانش رايد يتحدث في القصة من غير ما يكون في شيء واضح، ولا ما وافقت اخبركم. وريناد يا بوي هيبقى وضعها ايه؟ انا اسفة يا خالو بس انا مش عارفة هعمل ايه. ازاي هروح مع ماما وانا هبقى لوحدي؟ وعم فاروق ده عنده اتنين ولاد، منهم واحد دمه تقيل على قلبي قوي، وهو ماهر ده عمل لك ايه ولد الفرطوس ده؟ فارس اتخبلت اياك؟ هتغلط في عمك؟ انا اسف يا بوي، انا مريتش اسمع منيك الحديد ده يا ريناد. انت ما هتخرجيش من داري واصل غير على بيت عريسك، فهماني يا بنت خيتي؟ واني رايده اتجوز ريناد يا بوي. بجد بجد يا فارس ده يوم المنى يا حبيبي. يا سلام، اتسخطت اياك عشان ادور لك على عروسه؟ انت كبير بما فيه الكفايه، دور لحالك. وساعتها سهير من فرحتها فضلت تزغرط وكانت فرحانه جدا. ونروح بقى عند اتنين احنا ناسيينهم بقالنا فتره، وهم منا ورامي اللي كانوا في الشغل بيوزعوا دعاوي خطوبتهم، ومن ضمن الدعاوي دي دعوه راحت من رامي لصاحبه فارس. وساعتها فارس قال بفرحه مبارك يا صاحبي مبارك، انت طول عمرك هتتمنى منا وربنا عطاها لك. رامي بفرحه كبيره، ما كنتش اعرف اني احبها جوي كده، وهي كمان اتريها كانت هتحبني ادلها كتير، هو مش بس كده كانت مستنظره ان اتقدم لها. سيدي يا سيدي، عموما انا كمان هحصلك، لكن مش خطوبه، كاتب كتاب على طول. اه يا نمس، وكنت هتخبى علي عاد؟ عموما الف مبروك، لكن هتعزم يوم كاتب الكتاب. تمام يا رامي، بس بلاش صياح عاد، الموضوع هيبقى عالضيق، وفي الفرحة الكبيرة طبعا هعزم الناس كلها. وعند منا بعد ما خلصت الدعاوي قررت انها تروح تزور صاحبتها كاميليا واللي كانت بتديها الدعوة. ساعتها كاميليا قالت لها بحب الف مبروك يا منا، الف مبروك يا حبيبتي، انت تستاهلي كل خير يا روحي، بس انا اسفة مش هقدر اجي، مش هقدر اشوف فارس قدامي من غير حتى ما يبقى مسموح لي ان انا اتكلم معاه، انا عاوز انساه، وانت اكيد مش هتزعلي مني. لا ما هزعلش منك واصل يا كاميليا، لكن قوليلي ايه اخبارك في الشغل الجديد؟ الحمد لله انا كويسة، وفي خبر كده انا عاوز اقولهولك، الدكتور اسامة ابن خالتي قرر طلبه تاني، وان هو عاوز يتجوزني، وانا بفكر في الموضوع. طب ما دي اخبار زينة جوي، ليه بقى هتفكري؟ عشان اسامة يستاهل واحدة بتحبه، بتحبه بجد، مش واحدة عاوزة تنسى بيه واحد تاني، فهمتي؟ ربنا يكتب لك الخير، لكن أسامة زين، زين جوي، ده دكتور كبير وكمان وضعه زين جوي، وهتعيشي وياه في مصر مش كده بردك؟ آه كده يا حبيبتي، مع إني والله ما كنتش عاوز أسيب هنا خالص وكان نفسي أكمل، لكن نقول إيه بقى، زي ما بيقولوا كده النصيب غلاب. وبعد يومين اتصل فؤاد على أم حسين وقال لها
بقولك ايه يا منال، انا عاوزك تجيب الست عزيزة بكرة الساعة 1 الظهر الشهر العقاري علشان نخلص موضوع الشقة ده بقى. بس انا مش عاوزك تقولي لها ان انا اللي هشتري الشقة ليا. امال اقول لها ايه؟ قولي لها ان انا تاجر من اللي بيخلصوا الشقق، وانتي اتفقتي معايا علشان اخلص لك الشقة وتديني يعني مبلغ كل شهر زي قصاد كده، فهمتي؟ اه فهمت. بس الست دي مش هتتحرك من مكانها غير لما تاخد الفلوس. يعني ايه مش فاهم؟ انا هقولك، انت تيجي بكرة على حوالي الساعة 12 كده وانا هكون معاك واعرفها عليك على انك التاجر فعلا اللي هتخلص لي تمن الشقة، لان انا معايا جزء بس منها وانا هسدد لك الباقي على اقساط زي شركات الاقساط كده، وتمضي العقود وتدفع الفلوس وبعدها ناخد عزيزة ونسجل الشقة بقى في الشهر العقاري. تمام، كلامك منطقي قوي. وطبعا اليوم ده نزلت ام حسين وقالت لعزيزة على كل حاجة، وساعتها عزيزة قالت لها انا مالي يا اختي تاجر اللي مولك ولا عفريت ازرق، انا ليا فلوسي. لا اصيل يا برحاب، المهم الراجل جاي بكره. خلاص انا هبعت لحسن واقول له على الموضوع علشان ما يتفاجئش، وكمان انا مش عاوزه وجع دماغه وصداع على الفاضي. مشيت ام حسين وبعدها بعتت عزيزه لابنها، ولما نزل لها اتفاجئت انه جايب مراته معاه. ساعتها قالت له انا بعتلك لوحدك، جايب مراتك معاك ليه؟ جرى ايه يا حماتي؟ مالك اتقلبتي عليا ليه؟ هو سر حربي ومش عاوزاني اعرفه؟ هو لا سر حربي يا اختي ولا سر قانوني، بس انا احب لما اتكلم مع ابني وابعت له ما يجيش وهو صاحب لي مراته في ايده. عموما كده كده انت هتعرفه، انا قررت ابيع شقه حامد. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ شقه ايه دي اللي تبيعيها؟ انت مأجراها يا حبيبتي، جات لي بيعه حلوه فيها. اقول لا؟ ما اقولش لا، بس انا مش موافقه على الكلام ده. انت ما كفكيش انك هتأجريها، كمان ناويه تدخلي واحد غريب بيتنا؟ انت عايزه ايه بالظبط يا ماما؟ ما هي اللي هتدخلها ام حسين مش حد غريب، الوليه داخله شغل كبير قوي وعايزه بقى تاخد شقه من بابها. وبعدين هو انت بتتكلم كده ليه؟ البيت ده كله بتاعي واتصرف فيه زي ما انا عايزه. هو في ايه بالظبط يا حماتي؟ ده بدل ما تقولي اسيب الشقه لابن ابني اسامه، ولا انت عايزه الواد يخرج بره؟ انت عارفه دلوقتي اقل شقه بره تعمل قد ايه؟ وانا مالي يا حبيبتي، ماليش دعوه بكل اللي بتقوليه ده، انا اهم حاجه عندي الفلوس، ادفعوا فلوس الشقه وخدوها. والله انا مش عارف انت ناويه تعملي فينا ايه اكتر من كده، بس اعملي حسابك الشقه دي لو اتباعت انا مش هقعد لك في البيت يا ماما، وخليكي بقى في البيت لوحدك. اقول لك على حاجه، بيعي كله، دي بقت عيشه تقرف. وسابها حسن هو ومراته وطلع على فوق، وتاني يوم جه فعلا فؤاد وكان معاه الفلوس ومضوا العقد، وبعدها اخدها فؤاد بعربيته وطلعوا على الشهر العقاري يسجلوا الشقه. وبعد ما سجلوها في الشهر العقاري وكان في الوقت ده فؤاد مسجلها باسم حد تاني، وطبعا لان عزيزه ما بتعرفش تقرا فهي بصمت وخلاص. وهم قدام مصلحه الشهر العقاري ام حسين قالت تمام احنا قوي كده، هتوصلنا بقى يا فؤاد بيه؟ لا معلش انتوا بقى، اصلا انا عندي كده شويه مشاوير هنا ولازم اعملها. خلاص يا ام حسين، احنا يا اختي ناخد تاكسي ونروح لحد البيت. ومشيت عزيزه وام حسين، وساعتها فؤاد قلب مكر مع السلامه والقلب داعيلكم. رجعت فعلا عزيزه البيت ومعاها ام حسين ولسه جايه تدخل معاها الشقه. ساعتها عزيزه قالت انت رايحه فين يا اختي؟ يلا اطلعي بقى على شقتك فوق، ما تدخليش معايا. طبعا خايفه على الفلوس، ليكي حق، ما هو مبلغ كبير قوي. عموما الشقه ما كانتش تستاهل ده كله، وانا حاولت اتفاوض معاكي في سعرها بس انت طمعتي. خلاص يا اختي خلصنا، يلا بقى طرقينا كده سكتك خضرة. طلعت ام حسين فعلا على المشغل بتاعها ودخلت عزيزه الشقه وفضلت تقفل على نفسها كذا مره، راحت على الفلوس وبصت عليهم بطمع وقالت الله يخرب بيوتكم، شكلكم حلو قوي. ايه ده؟ الله اكبر في عينيا، لحسدكم ولا حاجه؟ بس المشكله الواد حسن واخد مني موقف، هي اختي ياخد ولا يتنيل، اهم حاجه عندي الفلوس دي، انا لازم بكره اروح احطهم في البنك. لا بنك ايه، انا همشي اصلا ازاي في الشارع بالمبلغ ده؟ مش مشكله، ليها صرفه، انا هاخد دلوقتي جزء منهم واروح بقى اشتري لي شويه ذهب كده. وفي المشغل عند ام حسين كانت داخله وبتقول لصفاء بفرحه خلاص يا بنتي يا صفاء، خلاص الشقه دي كلها بقت بتاعتي، الراجل النهارده دفع كل الفلوس وتمم البيعه يا بنت، الف مبروك يا خالتي، انت تستاهلي كل خير. لكن بمناسبه الخبر الحلو ده انت لازم تصرفي لنا مكافاه حلوه كده. ليه يا اختي؟ هي الشقه جايه لكم ولا جايه لي؟ لا مفيش فلوس هتتصرف، انتوا هيتصرف لكم فلوس تانية لما الراجل بقى يتفق معايا على الشغل، وساعتها بقى الشغل هيزيد ويبقى الاجر على قد التعب. بلاش تطمعي وفكيها عشان ربنا يفكها عليكي. بس قوليلي، هي الوليه اللي اسمها عزيزه دي معاها تحت دلوقتي 3 مليون جنيه؟ ايوه يا بت، وما رضيتش تدخلني البيت، خافت يا اختي لاخد منها حاجه، ما هي اللي زي دي تخاف قوي قوي على الفلوس.
عموما ده مش موضوعنا، أهم حاجة إن الشقة بقت باسمي. ونروح بقى عند عزيزة واللي كانت نازلة ومعاها كيس فيه فلوس حطها في شنطتها. وهي نازلة قابلتها مها بنت حسن على السلم وهي طالعة على شقتهم، وساعتها قالت لها بمكر: رايحة فين يا تيتا؟ ومالك ماسكة في الشنطة قوي كده ليه؟ هي هتطير؟ راحت ماشية شوية مخنوقة. طب ما اجي معاكي يا تيتا، على الأقل يعني أونسك وأسليكي. لا لا لا، أنا مش عاوزة حد معايا، يلا بقى اطلعي شوف أمك عايزة إيه. ومشيت عزيزة فعلا وراحت على الصاغة، وفضلت بقى تختار في حاجات كتير قوي، غوايش على سلاسل على خواتم، اختارت ذهب كتير قوي. وبعد ما اختارت ووزنت اتفاجأت بالصايغ بيقول لها، واتكلمت عزيزة بصدمة وقالت: انت بتقول ايه؟ يا ترى عزيزة ايه اللي قاله لها الراجل الجواهرجي خلاها تقوله كده وتتصدم بالشكل ده؟ ويا ترى حسن هيبقى موقفه ايه؟ وهل الحاج فؤاد هيظهر تاني ولا هو عمل ايه بالظبط علشان ياخد الشقة؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله. ازيكم يا اجمل متابعين. وقفنا المرة اللي فاتت لما كانت عزيزة في محل الجواهرجي، وساعتها اتصدمت لما قال لها: الفلوس دي انت جايبها منين يا حاجة؟ يعني هكون جايبها منين؟ جايبها من البنك يا اخويا، هي استحيل البنك يطلع فلوس زي دي. ليه بقى ان شاء الله ما يطلعش فلوس زي دي؟ ليه؟ ممنوعة من الصرف؟ بالظبط كده، ولولا ان احنا جيران وعارف اني مالكيش في الحاجات دي انا كنت بلغت. لا فهمني بقى، الفلوس دي مزورة. هي ايه دي اللي مزورة؟ انت عايز تقولي ان انا معايا 3 مليون جنيه مزورين؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ده شكله كده ضحك عليكي جامد قوي. وانت يا حاجة معاك المبلغ ده منين؟ طبعا عزيزة ما كانتش مستوعبة كل اللي بيحصل ده، وخدت بعضها ورجعت على البيت وهي ماسكة قلبها من الصبايا الكبيرة اللي حصلت. وأول ما وصلت قعدت في بيتها وهي تعبانة جدا. ونروح بقى عند العشاء اللي كان بيتكتب كتابهم، كان كتب كتاب فاروق هو وعفاف أخيرا عشق عمره، وكمان كتب كتاب فارس وريناد. وعند ريناد وفارس كان قاعد معاها وبيبصلها جامد وهو بيقول لها: تعرف أنا عشقتك من ميتة؟ تعرفي هحبك أديلك أديه؟ بصراحة يا فارس أنا عمري ما حسيت إن في حاجة من ناحيتك ليا، طول عمرك كلامك قليل قوي. وأنا وقتها فارس ما سبهاش تكمل كلامها وضمها لصدره قوي وهو بيقول لها: اتمنيت اللحظة دي كتير وحلمت بيها، واتمنيت إنك تكوني من نصيبي. آه لو تعرفي يا حبة القلب هحبك كيف. ساعتها ريناد كانت فرحانة على قلقانة على مكسوفة على كل المشاعر اللي في الدنيا، لكن طبعا البشمهندس فارس بحنكته قدر ان هو يستوعب كل اللحظات دي وكل المشاعر دي. مسك ايديها وفضل مخليها سند على كتفه وقال لها: انا مرايتش انك يكون جواكي كل المشاعر المتضاربة دي، اوعك تجلجي مني واصل، انا هحبك وما احبش في الدنيا كدك. هتحبيني يا ريناد؟ بحبك قوي يا فارس من اول ما اتكلمت معايا، وانا حاسة بمشاعر حلوة قوي ناحيتك، وبصراحة كده فرحت اكتر لما طلبت ايدي. انتي في اول مرحلة لساتك يا ريناد، لكن انا دلوقتي في مرحلة العشق، ودي ما هتوصل لهاش واصل غير وانتي ويايا وفي بيتنا وفي حضني، ووعدك انها هتكون قريب وقريب قوي كمان. اما بقى عند عفاف فهي كانت راحت مع فاروق لبيته، اول لما وصلت كانت مرتبكة قوي. دخلوا اوضتهم وساعتها قرب منها فاروق وقال لها: مبسوطة يا عفاف عاد؟ انت واد عم يا فاروق، واني ما هلاقيش احسن منيك واصل. أنا خبرك زني عفاف، ما تعرفيش تكدبي واصل، انت ريداني مش كده؟ اتحشم يا فاروق، احنا هنه في الصعيد، هو ما ينفعش واحده تقول لجوزها الحديد ده. هحبك يا عفاف، هحبك قوي يا بنت عمي، هو عمري ما حبيت مخلوق غيرك واصل. ام العيال كنت هتعامل وياها بالموده والرحمه، لكن انت شيء تاني واصل. بحبك وعمري ما تمنيت غيرك، والحمد لله ربنا جمعني بيكي في الدنيا كيف ما هيجمعني بيكي في الاخره. معقوله يا فاروق كل الحديد ده جواك؟ طب ليه يا ود عمي؟ ليه ما خبرتنيش بيه من زمان؟ ولا كان حصل اللي حصل؟ يوم ما كنت جاي علشان اتحدث في موضوعنا كان حامد الله يرحمه عندكم في الدار، انا ما كنتش متوقع انه يحصل كده، لكن حصل. ما كنتش مصدق ولا مستوعب انك روحت مني، خصوصا انك كنت صغيره قوي. وقتها عفاف بصت في الارض قوي لانها الاول مره تشوف فاروق بعين الحب وعين العشاء. هو لما تقدم لها هي ما كانتش رافضة، لكن في نفس الوقت كانت خايفة، بس ساعتها فاروق ما سابهاش وضمها لصدره قوي وبدأ معاها أول خطوات العشق في حياته، العشق اللي استناه كتير سنين وسنين وعايشها أجمل لحظات في حياتها عمرها ما عاشت زيها أبدا. ونفوق كده من العشق ده والكلام العشق الجميل، ونرجع للواقع عند عزيزة اللي رجعت من البيت وهي رجليها مش شايلها حرفيا. اتصلت بابنها اللي نزل لها جري لما سمع صوتها وهي تعبانة،
وقتها حكيت له اللي حصل وموضوع الفلوس المزورة. ساعتها حسن قال لها بغضب: نعم، فلوس مزورة ازاي؟ ايه الكلام ده؟ زي ما بقولك كده، اطلع نادي على ام حسين نفهم منها مين الراجل ده وتتصل بيه، الولية نصبت عليا. وفعلا طلع حسن لام حسين، ولما قال لها اللي حصل نزلت جري ومعاها التليفون وفضلوا يتصلوا على فؤاد، لكن ولا حياة لمن تنادي. وقتها ام حسين قالت: والله العظيم يا استاذ حسن انا ما اعرفش حاجه، الراجل ده جالي على اساس انه عايز مني شغل للمحلات بتاعته ومن المشغل بتاعي، وقال لي انه محتاج طلبيه كبيره جدا، علشان كده خلاني اخد الشقه عشان تنجز شغله، بالرغم يعني ان امك طلبت مبلغ كبير قوي. طب فين العقد؟ مفيش عقد، هو لما عمل كده قال لي يعني ان هو ليه حسابات مع الضرايب كتير، علشان كده لازم يظبط اوراق الضرايب الاول وبعدها يبقى يسجل الشقه باسمي، وانا بتصل بيه دلوقتي تليفونه مقفول. ادي اخره الطمع يا امي، ادي اخره الطمع، ربنا حط في طريقنا واحد نصاب وخد الشقه، ضيعتي شقه اخويا يما وشقه بنته ومراته وكنت عايزه تفوزي بيها. لا ده ربنا عدل قوي. وطبعا عزيزه كانت مش عارفه تعمل ايه، الصدمه والحسره اللي في قلبها دخلوها في حاله صمت تام. ونروح بقى عند عفاف اللي كانت لسه صاحيه من النوم، وكان جنبها فاروق اللي ضامم نفسه ليها قوي. فتحت عينيها وابتسمت، واول ما ابتسمت فاروق هو كمان فتح عينيه وقال لها برومانسيه: تعرفي كنت مستعده ان اضحي بعمري كلاته عشان اللحظه دي، ضحكتك حلوه قوي يا عفاف، ربنا ما يحرمني منها واصل. قوم يا سيد الرجال، احنا داخلين على الظهر عاد، واخوي ومرت زمانهم جايين ما رايدينش يجوا واحنا نعسانين كده. هقول لك ايه، انا لازم اصبح عليكي دلوقت. واخدها فاروق في جوله من جولات عشقه اللي ما بتخلصش ابدا. وفي الوقت ده كان مازن وماهر قاعدين مع بعض في اوضتهم، وساعتها ماهر قال: اباي عليك يا مازن، خلصت القصه وطلعت هتحب وادخلها. كيف يعني ما خبرتنيش بالقصه دي لما قلت لها اني احبها؟ تخبرك بايه يا مخبول انت؟ هتقول لك انا احب وادخالي؟ ما هياش بالبجاحه دي. عموما خلاص القصه خلصت وانكتب كتابها، نفوق بقى لحالنا ولدراستنا عاد. البت كانت حلوه قوي وكنت رايد اني بلاها حديد فاضي يا مازن، انت ما لحقتش تتعلق بيها وخلاص. كيف ما قلت لك القصه خلصت، خلينا نشوفوا حياتنا عاد. وبعد شويه في بيت فاروق كان وصل مهران هو واولاده وريناد ومراته، ومعاه زياره كبيره جدا، ومعاها كمان اللي اجمل من الزياره، خرجت لهم عفاف وهي في قمه شياكتها وكانها صغرت 20 سنه ورا. اول ما ريناد شافتها قالت: ايه ده يا ماما، ما شاء الله يا حبيبتي، انت حلوتي قوي، اتحشمي يا ريناد وما تتحدتيش وياي كده مره تانيه. يا نهار ابيض، عشت وشفت اليوم اللي امي بتتكسف فيه يا ولاد، بقى دي امي اللي كانت بتزعقلي و بزيادك يا عاد يا ريناد، عمالين اقول لامك اللي جاي علشانه. بصت له عفاف باستغراب، وساعتها اتكلم وقال لها: اني لما جيتي هنا وانت متاخد حقك اني قلت لك اني هرجعهولك، ورجعتهولك فعلا يا بنت ابوي، خدي دي شقتك اللي طلعتي منيها مطروده، بقت باسمك، شقتنا اللي في مصر انت اشتريتها يا خالو، علشان كده سافرت مصر، وعلشان كده كان بيجيلك تليفونات كتير، وانا لما سالتك عليها تقولي شغل. اني ما تعودتش ان اقول على خطواتي، لكن انا ما اشتريتهاش، اني استردتها، وايا كانت الطريقه اللي استردتها بيها بس دلوقتي هي بتاعتك يا عفاف. ربنا يخليك يا اخوي، انا كنت زعلانه قوي عشان ما قدرتش احافظ لريناد على بيتها، لكن دلوقتي ارتحت فعلا يا خالو. انا شقتنا دي كنت زعلانه عليها قوي، دي شافت كل ذكرياتي وشافت كل ايامي مع بابا الله يرحمه، متشكره جدا ان انت رجعتها لنا، بس حصل ازاي ده؟ دي تيتا صعبه قوي. انا اتحددت ويا صديق قديم ليا في مصر وقلت له ان احنا نعمله خطه كده علشان نرجعه بيها الشقه، والحمد لله الخطه مشيت تمام كيف ما انا مرتب لها. يعني خدت الشقه بالحيله يا مهران وما رضيتش تقولي، علشان طبعا متاكد ان انا هقول لها بعد كل اللي انا قلته لك، وان انا ضد موقفها مع مرات اخويا، وبرده شكيت فيا. انا ما شكتش فيكي واصل يا سهير، ده انت تربيه يدي، لكن انا ما كنتش رايد ان مخلوق يضرب اللي هسويه علشان ما يقولش انت هتعمل ايه ولا هتسوي ايه. وطبعا رينات كانت مبسوطه قوي لان الشقه بتاعتهم رجعت لها، وطلبت من امها يحددوا ميعاد علشان يروحوا يشوفوها. وفي اوضه نوم عفاف كانت بتسرح شعرها الطويل الغجري، لكن لاحظت ان فاروق متضايق قوي، ولما قربت منه وسالته قال لها: فرحت جاوي بالشقه دي ليه؟ معقوله لسه هتحبيه ولساتك رايده تروحي المطرح اللي جمع ذكرياتكم ويا بعض؟ وطالما القصه كده وافقتي على الجواز ليه من الاول؟ لا انت خبر القصه غلط خالص، انا كنت رايده الشقه فعلا، لكن مش علشان اللي هتقول عنيه ده واصل، انا كنت رايده عشان الطريقه اللي خرجت بيها منيها كانت صعبه جاوي يا فاروق،
فجأة حماتي قالت لي اطلعي برا، مالكيش حاجة هنا. كانت صعبة قوي، وكنت بتمنى يجي اليوم اللي اروح لها واقول لها اني جيت داري، والدار ده ملكي أنا وبيتي، مش ملك اي مخلوق تاني واصل. فاروق بتنهيدي ترتاح، طمنتي قلبي يا حبة القلب، كنت هزعل قوي لو لساتك هتفكري في حامد. أنا ما هفكرش غير في جوزي وحبيبي وبس، وبلاش تنكد علينا إياك، ولا إيه رأيك؟ وقتها فاروق بص في عينيها جامد وأخدها في موجة من موجات عشقه اللي ما بتتقطعش أبدا. أما بقى عند كاميليا، فهي كانت وافقت واتخطبت فعلا للدكتور أسامة ابن خالتها. وبعد ما خلصت الخطوبة وكانوا قاعدين يتعشوا عشوة ظريفة في مطعم، ساعتها أسامة قال لها: أنا عارف يا كاميليا إن الموضوع جه بسرعة قوي، بس على فكرة أنا بحبك ومن زمان، وعمرك ما هتلاقي حد يحبك قدي، وعارف برضو ان انتوا من بعد ما رجعتوا للصعيد وانتي تقريبا ما بقيتيش تفكري غير في دراستك وشغلك بس، اوعدك اني هلففك العالم وهوريك اللي عمرك ما شفتيه. انا بحبك وبحبك قوي اكتر مما تتخيلي. اسمعني كويس يا اسامة، انا عاوز ابتدي معاك من جديد في كل حاجة، علشان كده كنت طالبة منك طلب، ياريت تخلي خطوبتنا سنة، بلاش موضوع 3 شهور او 4 شهور ده، صدقني موضوع السنة ده هيفرق معايا واكيد هيخلينا نقرب من بعض. انا حاسه اني عامله زي اللي اخدت دش سخن قوي وبعدها دخلت في فريزر ساقع قوي، علشان كده محتاجه افوق من حاجات كتير قوي في حياتي. اتكلم اسامه باستغراب وقال لها: هو كان في حد في حياتك وانا ما اعرفش؟ لا 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 خالص، ليه بتقول كده؟ الحكايه وما فيها بس ان انا محتاجه اعرفك اكتر، انت طول الوقت مسافر بره وانا يعني ما كنتش بلتقي بيك كتير، مش اكتر من كده. تمام يا حبيبتي، زي ما تحبي، وقت لما تكوني جاهزه للجواز أميرك هيكون مستنيكي تنوري حياته زي ما هو طول عمره مستنيكي، ومزهقش ولا كل ولا مل، بالرغم انه شاف بنات كتير قوي، لكن مفيش واحدة حركتني غيرك انت يا كاميليا. ساعتها كاميليا سرحت قوي في الكلام ده، واتمنت ان اللي كان قاعد معاها مكان أسامة دلوقتي هو فارس، وهو اللي بيقول لها الكلام ده، لكن للأسف الدنيا مش بتمشي دايما زي ما البني آدم بيخطط لها. ونروح بقى عند ريناد، واللي كانت قاعدة في أوضتها ولقيت خبط بالراحة كده على أوضتها، فتحت وكانت لابسة كامل حجابها، وساعتها كان واقف على الباب فارس وهو بيقول لها بحب: خبر ان عندك امتحانات دلوقت وأكيد مشغولة في المذاكرة، لكن رايدة اقعد وياك يا هبابة، مش كتير في الجنينة تحت، اتوحشت الجوي ورايدة ضمك لصدري. بص لما اقولك انا طول عمري نفسي قوي في الجو اللي احنا فيه ده، لكن انا يا حبيبي مش عايزة نخلص كل المشاعر الجميلة واحنا مكتوب كتابنا، عايزة ندخر شوية منها لحد لما نكون مع بعض وفي بيت واحد. انا عايزاك دايما كده ملهوف عليا ودايما عاوزني، عايزة رصيدي عندك يبقى دايما مليان، ومهما شفت ومهما حصل تجيلي انا وتجري عليا انا. يا بوي وانت خبرة بعد حديثك ده، انا هعملك لكن كيف ما انت رايدة، ولو ان العاشق انتظاره من نار، لكن ما يكونش عندك فكرة واصل، شد حيلك علشان تخلصي امتحانات ونروحوا على مصر مع عمتي عشان نفض حوار الشقة ده وتكفلوها عاد. ايوة فعلا يا فارس عندك حق يا حبيبي، خلاص روح انت بقى دلوقتي وسيبني اخلص اخر مادة ورايا. ومشي فارس وهو زي ما بيقولوا كده انتظار العاشق على جمر النار. وبتمر الايام وبيجي اليوم اللي يسافروا كلهم على مصر، وبتدخل عفاف وهي معاها الورق اللي بيثبت ملكية شقتها، ولما بتشوف ام حسين بتقول لها: يلا لمي حاجتك وطلعي برا، الشقة دي شقتي. شقة مين يا موريناد؟ الشقة دي بتاعتنا يا طنط، الشقة بقت بتاعتنا، ويلا بقى لو سمحتي تشيلي الحاجات بتاعتك دي علشان عاوزين ننظفها ونقفلها. وفعلا طلعت عفاف العقد المسجل في الشهر العقاري اللي باسمها، وام حسين ابتدت تلم حاجتها. لكن وهي نازلة عرفت عزيزة بكل حاجة، واتصلت على ابنها لما عرفت ان عفاف موجودة، طلع على الشقة جري، واول لما شاف مهران وفاروق وريناد وفارس ساعتها اخد ريناد في حضنه وقال لها: حقك عليا يا حبيبتي، ما عرفتش اجي كاتب الكتاب، ربنا يخليك يا عمو، لكن انا مش هتنزل انك تجيلي في الفرح، لازم تكون موجود في الفرح. طبعا طبعا يا حبيبتي، بس ايه حكاية ان الشقة بتاعتكم دي؟ الشقة حق اختي حسن ورجعت لها، وايا كانت الطريقة اللي رجعت بيها مش هتبقى كيف ما انطردت منيها. وقتها جت عزيزة وقالت بغضب: ايوه يا جوز بنتي، بس دي تبقى سرقة، وهي لما طلعت من هنا كان هو ده العدل، ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، انا مش هسكت وهبلغ عنكم البوليس وهقول ان انتم بتتاجروا في العملة، ومش هسيبك يا مهران غير وانت في السجن، واختك دي مش هتدخل هنا الشقة تاني. اتكلمت ريناد بدموع وقالت: انا مش عارفة اقولك ايه بجد، انت ازاي جدتي؟ ازاي انت كنتي احب مخلوقة البابا؟ هو ده كل اللي فارق معاكي انك تسجني خالي؟ اتكلم حسن وقال: بس بقى يا ماما كفاية كفاية لحد كده، خلاص انا تعبت
اطرديني انا كمان وبيعي الشقه. انا بجد ما بقتش عارف اعمل ايه ولا اقولك ايه. خليتيني اتحرم من بنت اخويا واللي من ريحته، اللي المفروض انت اكتر واحده تبقي حابه انها تبقى موجوده هنا. لكن نقول ايه، عموما انت ما تقدريش تعملي حاجه مع مهران. صح يا حسن، انا ولا بعت ولا اشتريت، امك اللي باعت واختي اللي اشترت، وفي وسيط، والوسيط ده بعد وبعد قوي، ويستحيل تعرفي تجيبيه يا حماتي. يا ما قلتلك خلينا حبايب ونعيش ويا بعض، لكن انت صعبتيها قوي. او ماما الشقه رجعت لي ورجعت لبنتي وخلاص بقت بتاعتنا، وانا هسجلها باسم بنتي في الشهر العقاري. انا كنت متاكده ان ده هيحصل وان الشقه هتبقى بتاعتك، لاني عارفه مهران كويس قوي. عارفك من امتى يا مهران؟ من اول لما جيت اتقدمت لسهير، من ايام ابوك الله يرحمه، وانا كنت رافضه الموضوع. يومها بصيت في عيني قوي وقلت لي هاخدها، يعني هاخدها. انا تحديتك وقلت لك اما نشوف كلام مين اللي هيمشي، وانت كسبت التحدي يا ابن اسماعيل خليفه. عمرك ما خسرت ابدا يا مهران. كنت عارفه انك هتاخد الشقه لما جيت تاخد عفاف وريناد من هنا، وقلت لي لينا لقاء قريب. كنت عارفه انك هتعمل اي حاجه علشان تاخد الشقه، بس ضربت معلم يا ابن خليفه، نيمتني على الاخر واخدتها برضو. وليه ما تقوليش ان اللي يفكر نفسه ذكي بيكون هو الغبي الوحيد. مفيش داعي يا مهران للكلام ده. عموما الحق خلاص رجع لاصحابه، وهي شقتهم ومن حقهم، وانا يا رينادي حبيبتي عمك، وفي اي وقت تحتاجيني فيه انا تحت امرك. هو مبروك يا عفاف، انت كمان اتجوزتي؟ لا واضح ان الاصل جامد قوي. واحده زيك المفروض تحزن على جوزها العمر كله، مش تتجوز؟ ده انا كان عندي حق بقى لما طردتك من الشقه دي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عايزه ماما اللي ما جابتش 40 سنه تفضل عايشه لوحدها؟ ليه؟ في شرع مين ده؟ ماما اتجوزت راجل محترم جدا، يبقى ابن عمها، وهو عمي فاروق اللي واقف قدامك ده. وانا كمان اتجوزت ابن خالي وابن عمتي الباشمهندس فارس، والحقيقه يا تيتا فرحي على قريب، وقريب قوي. ساعتها فارس كان مبسوط قوي من ريناد ومن انها بني ادمه قويه بتقدر تقف قدام اي حد وتاخد حقها. خلصت ام حسين ونقلت من الشقه خالص حاجتها، وبعدها عزيزه نزلت وهي زي ما بيقولوا كده واخده زومبا. ونروح بقى عند حسن ومراته اللي كانت بتقول له بحده، وهي مرات اخوك ناقصه فلوس علشان كمان تبص للشقه وتعمل مؤامرات علشان تاخدها. هي خدت الشقه لان الشقه حقها وحق بنتها، مش عشان اي حاجه تانية خالص. بطلي كلامك ده يا ماجده، وخلاص كده الحق رجع لاصحابه. وامي المفروض تنسى عفاف وريناد لان هي اللي ما خلتش لنفسها حياه في وسطهم. انا شايفه العربيه بتاعت جوزها، واضح انه مليان قوي. بالعكس فاروق كان راجل غلبان، لكن هو اشتغل وكافح لحد ما كبر تجارته. يلا الحمد لله ان الحكايه خلصت على خير. عموما الشهر الجاي جهزي نفسك انت والولاد علشان هنروح فرح ريناد، ابقى خد العيال، انا مش ناقصه اروح واتفرس من عفاف والهنا والعيشه الحلوه اللي بقت فيها. ايوه عندك حق، خليكي هنا اوعى تيجي معايا، خلي اليومين اللي هقعدهم في الصعيد عند اختي يبقوا يومين حلوين. وبعد شهر في مكان جميل جدا كان يوم فرح ريناد وفارس. واليوم ده فارس لبس عباية وركب الفرس وراح علشان يجيب مراته وياخدها وراه على الفرس، يعني دي حاجة كده بتتعمل في الصعيد في وقت الأفراح، لكن مش كل الناس بتعملها. وبعد ما خلص الفرح وفي أوضة ريناد وفارس كان بيقول لها، الشوق وصل للنهاية يا ريناد، طف نار شوقي للذي حبة القلب، وأنا كل ملكك يا حبيبي. وسطر فارس أول سطور حب وعشقه لريناد، واللي كانت في قمة سعادتها مع حبيبها وعشقها الأبدي، وعاشت أجمل حياة مع أجمل راجل زي برضو أمها لما لقيت الحب اللي بجد. وبكده تكون خلصت قصتنا، اللي يا رب نكون اتعلمنا منها إن كل شيء خسران إلا الحب ولحظاته الجميلة اللي دايما بتعدي بسرعة. أجمل شيء في الدنيا العشق الحلال، مع إنه صعب وانتظاره شيء مهلك حرفيا، لكن نهايته بتبقى عوض انتظار السنين. ربنا بيبقى شايفه وحاسس بيه، علشان كده دايما بيجمع العشاق تحت سقف الحلال والرضا من عنده. يا رب تكون القصة عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.